ابن اللذين كل ما ربيني يا ابن اللذين عايز كل ما ربيني ما تكرش انك تعجبني ما تكرش انك تعجبني بس واحده واحده عليا اصل انت كل قلتلك نجس تتنططي عليا في مكان اكل عيش يا كوريا بس العيب مش عليكي انا اللي اخدتك عليا واديتك قيمه انا اللي خليتك تتني وتتفردي لحد ما افتكرتي نفسك حرمه ما تيجي يوم ما تشوفي الحريم عاملين ازاي بصي لنفسك بصي لنفسك يا كوريا تسترجلت يا كوريا لحد ما هيطلع لك شنب ودقن انا عملت لك كل حاجه يا كوريا قلت لي ماليش في الشمال يا ابراهيم جبتك في اليمين قلت لي عاوز اخطوبه تخطبني قلت لي ابعد عن نوال بعتها عني واديتها بالجزمه عليا بايه ده كله ياما ده انا كبداكي اللي تقع منه ما تهزوش طريق صحراوي يا كوريا ده اخر الخط بتاعي معاك انا نازل هنا يا امي سلام J'arrive pas à comprendre. Pourquoi vous me laissez attendre ici? Et pourquoi vous avez appelé la police pour moi? Pourquoi? La bague n'est pas originelle. Et moi, j'ai pas dit que la bague est originale. Moi, j'ai envie de la vendre telle qu'elle est. Non. Écoute, monsieur, est-ce que la loi ici arrête les gens parce qu'ils veulent vendre une bague qui n'est pas originale? Non. Alors d'accord. Moi, j'ai changé mon avis. Je peux avoir ma bague et partir? Merci. قولي لي بقى يا اميره القلوب مبسوطه في البنسيون الحمد لله ناس كويسين وطيبين بس انا عايزه ارجع البيت عشان الم هدمتيني واتخانق مع سلومه الكلب واخد منه ورقتي الراجل الناقص زي ما يكون هيرميني لا كاتب لي مؤخر ولا قايمه لا 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 ولا تروحي ولا تتكلمي ولا تجوده وانا هبقى اجيب لك الورقتين بتوعك بس بطريقتي خلاص المهم بقى ركزي معايا دلوقتي تاخدي الحتتين دول تجيبي لك ايه هدمتين حلوين بس يكون فيهم طقم ملعلط كده وبروبرو ليه بقى لان انا هخرج خروجه ما خرجتهاش قبل كده هعيشك في امبيانس لم يحدث من قبل بس كده كتير قوي يا ست عون انت جمالك بقت مغرقاني ولا كتير ولا حاجه انت ست بالتحلال وطهره وتستاهلي كل خير تصدق بالله انا شكلي فعلا بنت حلال وربنا عوضني بيه اهلا السلام عليكم عليكم السلام اتفضل اتفضل يا ابو طالب بيه اتفضل حضرتك تشرب ايه انا اولا عايز اكلم نادر ضروري وشويه قهوه صغيرين ام احمد نعم اطلعي اندهي دكتور نادر من فوق حاضر يا هاني تصور تصور يا ابو طالب بيه نادر ما بيكلمنيش وكل ده ليه علشان انا ما كنتش موافقه على الست اللي اسمها نجوان وادي كل اللي انا قلته حصل وشفت حضرتك عملت فينا ايه ابقى انا غلطت في ايه كل شيء هيتحل بمجرد ما نحل مشكلة هايدي يا رب يا رب يا ابو طالب يا رب في ايه؟ ايه الالحاح والملل اللي انت فيه ده؟ هو انا مش اديت لك ورقة رياضية وقلت لك انا مش هشتغل فيها تاني؟ جاي ليه وعايز مني ايه؟ دلوقتي ابو نجوان مع العنوان التفصيلي بتاع نجوان ومروان انا هشتريه منه وهجيبه لك عشان تقول لنا نعمل بيه ايه؟ وانا هعمل ايه؟ يا نادر احنا مروان نصب علينا في الفلوس
وانت نجوان نصبت عليك في قلبك، يعني بيننا قضيه مشتركه. يا اخي كفايه عليك كده بقى، حرام، ارحمني. قلت لك انا مش هشتغل في القضيه دي تاني. خلاص ده كلام نهائي. اتفضل اخرج بره. اتفضل. انت ايه يا اخي؟ انت ايه؟ انت ليه مصر تخسر كل الناس اللي بيحبوك؟ احنا عملنا لك ايه؟ انت مالك بقيت بني ادم ما عندكش علم ليه؟ الله، صورتك نازله في الجورنان ومنوره، دي عشان جريمه القتل بتاعت اول امبارح. عيب عليك، جبت الواد في 24 ساعه. نفسي بقى اخلص من القضيه الزفت دي، اتصور وانا قافش البت هايدي دي من قفاها. شد حيلك. شد حيلي ايه؟ الواد نادر ده شكله غويط قوي، بنت في حضنه ليل نهار ومعرفتش تطلع منه باي حاجه غير انه بيكلم ابو طالب ومش عارف مين ومين. كده هايدي مش هتيجي في سنتها السودا خالص. يا ابني انا مش بتكلم معاك، وبعدين بترسم ايه سحلك قوي كده؟ برسم جمالات. Who are you? Who are you? I can't speak, break. انتوا مين؟ انتوا مين يا ولد الكلب؟ اهلا اخ مروان، شلونك؟ يعني ازيك بالمصري؟ لك وحشه تصدق؟ لا وحشه كبيره بعد. شيلوه. جاسم؟ ايه جاسم. جاسم اللي ضحكت عليه ولبست العمه ولا الطرطور مثل ما تقولون بالمصري. عمتي وطرطور ايه اللي انت بتقول عليه؟ مروان، العمة اللي أعطيتني إياها صارت صغيرة ضيجة علي، ما أحبها. الحين أنا برجعها لك وأبي فلوسي بس. مش فاهم حاجة، عمتي وفلوس إيه؟ في إيه؟ أنت فاهم كل شيء. أنت للأسف فاكر إنك الشيخ، عنده في البيت بترول، نفط، عنده بير يغرف منه وقت ما يبي وهو مرتاح. لا حبيبي، أنا شقيت، أنا تعبت، أنا حفرت الصخر حتى أصبحت ملياردير، ولو أمشي وأوزع فلوسي على النصابين اللي مثلك يمين وشمال كان من زمان حفيت وتلقاني في جامعة الدول العربية، شارع جامعة الدول العربية، أشحت أو أنظف سيارات. تعايز يا قاسم. اسمعني يا مروان، أنا مشيت معاك مثل ما تبي، ما قصرت عنك، أعطيتك اللي تبي، كل المشاريع اللي انت اقترحتها انا وافقت عليها. شركة السكر، شركة الشحن، شركة التأمين، لكن للأسف نهايتها كانت نصب واحتيال. اسمع يا مروان، انا ابي فلوسي، الخمسة مليون يورو ابيهم بس. اكيد في حاجة غلط، وبعدين انت عارف ان احنا شحننا السكر في السفينة والسفينة غرقت في البحر، ولو مش مصدقني روح اشرب من مية البحر هتلاقيها مسكرة. مسكرة؟ شوفوا شغلكم. طمغنا. مين اللي وزوكوا تولعوا في محل البيت يا ربتي؟ لا 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 لا، احنا شمال بس لحسابنا، ما نحبش نشتغل عند حد، احب اعيش حر طليق. المحل بتاع المؤاخذة؟ لا مش سكتنا، احنا بنحب الانحراف قوي على فكرة. ما تشوف يا قبلة العلم مستشيخة يمكن ولعوا فيه عشان التماثيل العريانة. اقعدي يا قبلة، اقعدي اشربي حاجة وخلي ابراهيم يحللك الموضوع. اخ ده نطعون، ده انا نسيت انه سابك ولا مؤاخذة وراح يشوف سكته في حتة تانية.
سوري. هي القبلة كوريا الشمالية ولا الجنوبية؟ تصدق يا أخ مروان، أنا أحب مصر. لا مو بس أحبها، أنا أعشق مصر. لازم بالسنة مرة مرتين لازم أزور مصر، أتمشى بشوارعها، آكل بمطاعمها، أركب فلوكة في النيل. لكن أنت للأسف معتقد أن كل الناس أغبية وأنت الذكي، كل الناس عميان وأنت المفتح، صح ولا لا؟ اسمع يا شيخ قاسم، خلي حد من رجالتك يروح البيت عندي ويفتح الدولاب هيلاقي دفتر شيكات، خليه يجيب واكتب لك الفلوس اللي انت عايزها، بس خلينا نخلص. ما قلت لك انت تعتقد ان الناس كلهم غبياء وانت الذكي. يا اخ مروان، المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. انا لا اقبل الشيكات، اقبل فلوس نقدي. يوراهاتي كلها لازم تجي قدامي، يورو ينطح يورو. نجيب لك كاش منين؟ خلاص انا هقعد معاك هنا لغايه ما تصرف الشيك، بس هات لي دكتور بسرعه. سمعوا، جيبوا له دفتر الشيكات، يعطيكم الشيك وتصرفونه. انصرف الشيك كان بها، اخذوه وقطوه باي صفيحه زباله، واذا ما انصرف الشيك خلصوا عليه. انا شايفه على فكره ان الاولاد الصيع دول كلامهم صح، يعني ممكن يكون حرق المحل ده بسبب المكان ده كلهم متخلفين وفالجر ولا بيفهموا في لونجريهات ولا موضه ولا الحاجات دي اصلا. مش مهم اللي حصل ده، خلونا في مشكلتنا الاساسيه دلوقتي. نجوان في مصر، وجودها هنا ممكن يحل لنا حاجات كتير قوي. انا عايزه اروح اضرب نجوان واشرب من دمها، عايزه اخنقها بايديا دول ومفيش غلي منها. جدعه انت جول. جول ايه وجدع ايه؟ خلونا نفكر كويس يا اخوانا، مروان ده هو راس الافعى، نجوان دي للافعى. عشان نمسك مروان لازم نمسك دي للافعى الاول اللي هي نجوان، ونقطع راس الافعى اللي هي راس مروان، خلصنا منه. يبقى نرمي الديل. ايه يا اختي جاوبني انت الحيوانات اللي بيحكي فيه ده؟ افهم يا كوريا، افهمي او طالب بيه قصده يقول ايه؟ ان احنا لو رحنا للست نجوان وقفشت مننا قرشين كويسين هتقول لنا على طريق اللي اسمه مروان ده. طب ما انت كده خال جبت الزيتون. الزيتونه؟ التايهه يعني. افهمك انا، يعني فعلا برضك اللي اسمها نجوان دي بعتك عشان خاطر الفلوس، يبقى برضك هتبيع طليقك وتشتركي من تاني عشان خاطر الفلوس. مش محتاجه درس خصوصي عشان تفهميها يعني. مهما ادينا لها فلوس مش هتقول على حاجه، دي بني ادمه خاينه وحقيره، خانت صاحبه عمرها اللي اتربت معاها. خلاص يا بنات سيبوني بقى، انا هعرف ازاي اتصرف مع نجوان دي. انا عايزه زيتون. عينيا حاضر، هجيب لك زيتون كلاماطه يجنن. ما يعني ايه كلاماطه؟ يعني اللي كلو ماطه. تعال خدي خدي يا عجلة. شوكولاتة؟ بتضحكي على اخواتك بحتتين شوكولاتة بخمسة ستة جنيه وسايبة الفلوس والملايين برة، جاية تجر خيبتك وراكي؟ لا شوفنا حاجة من اللي برة مصر ولا اللي جوه مصر. كان لازم ايه اللي عملتيه ده كله؟ خربتي علينا كلنا وخربتي على نفسك اولنا. ليه يا بنتي بعتي الناس اللي كانوا شارييننا بالغالي؟ بعتيهم انت بالرخيص، شردتي بنتهم الغلبانه، خليتيها يا حبه عين امها هربانه زي المجرمين وقتالين القتله وتجار المخدرات. ليه نكدتي على ابوها عيشته؟ رطبت امك قطعتي عيشها، وفي الاخر هديكي غرقانه اهو. في حد واقف جنبك؟ ردي علي، في حد وقف جنبك؟ كان عليكي بايه من ده كله؟ ايه يا ماما؟ هو انا ملياش نفس ان انا ابقى بني ادمه زي الست هايدي ولا ايه؟ زيها في ايه؟ زيها في ايه؟ ما البنيه كانت بتعاملك زي اختها واكتر. زي اختها واكتر ازاي؟ لما كانت بتديني هدومها وجزامها القديمه؟ ولا لما كانت بترميني بقيه اكلها؟ ولا لما بنبقى قاعدين وسط صحابنا كده في الجامعه وبتعاملي على اساس ان انا بنت الشغاله بتاعتهم، وبعدين بتقعد تتقسم لي كده بتمثيل؟ انا عمري ما هنسى، وانا عمري هندم على اللي عملته فيها. يا ساتر انت
يا بنتي جبت الجحود ده كله منين؟ جحود ايه يا وليه يا خرفانة انتي؟ بنتك عارفة مصلحتها كويس وراشقة فيها، بس هي طالعة فقرية زيك ما بتكملش للآخر. وكمان أنا مش غلطانة معاها في حكاية مروان، هي اللي مش مالية عين من ساعة ما كانوا مخطوبين وهو بيقول إن أنا أحلى منها. أنت عارفة وهما كانوا بيرقصوا مع بعض عيني ما نزلتش من عليا، ومن ساعة ما رجعوا من شهر العسل وهو بيكلمني وبيخرج معايا أكتر ما بيخرج معاها. إيه يا ماما؟ أنا بني آدمة وحبيته، ما أنا طول الوقت متعودة باخد الحاجة اللي الست هايدي استعملتها، جت على مروان يعني؟ أنت تقدم لك الدكتور ناك، هو بسم الله ما شاء الله أحسن مليون مرة من سي مروان زفت ده. نادر ده مش مغري بالنسبة لي، ما هو كان قدام الست هايدي ومبصتلوش، بس مروان بقى خلص لي كل اللي عملته فيا وحرق دمها وحرق قلبها زي ما حرقت قلبي ودمي بفلوسها وبتصرفاتها، ومخلياني طول الوقت انا ببص عليها زي المحرومين. انا على فكره مش زعلانه ولا عمري حزعل على اللي عملته فيها. يا بنتي يا جمالات تعالي يا بنت غيري لي اختي بتاع، انا عايزه غير ما فيها رقص. عايزه ايه؟ عايزه تسمعي ايه؟ عايزه حاجه فيها رقص. هاتي هاتي هاتي، حطي فريد الأطرش. فريد الأطرش فيها رقص؟ ثواني ثواني اسمعي، دي حلوه. لا انا عايز اركب الحنطور. حاضر حاضر استني واتحنطر اهو واركب الحنطور. امسكي الباب بيخبط. واتحنطر واتحنطر واركب الحنطور واتحنطر. مساء الخير. مساء النور. ممكن ادخل؟ اركب الحنطور. مفيش حد في البيت غير انا وسندس. انا مش هقعد كتير، دقيقه واحده هقول لك على حاجه وامشي على طول. طب اتفضل اتفضل. واركب الحنطور واتحنطر. ازيك يا حاجه؟ مساء النور يا اخويا. انت مين؟ ده علاء يا سندس. علاء تشرب ايه؟ لا ولا حاجه، انا عاوز اقول لك اني مكثف البحث اول يومين دول عشان نوصل للناس اللي حرقوا لك المحل. ميرسي متشكره قوي، مش عارفه اقول لك ايه. ما تقوليش حاجه، هو بصراحه انا اللي عاوز اقول لك. ايه؟ انا فكرت كتير ولقيت ان كل الحاجات اللي انت بتعمليها مش لايقه عليكي، يعني المكان هنا والحارة حتى محل اللانجيري اللي انت فتحاه، حاسس كده ان كل الحاجات مش بتاعتك. بس انا كويسة ما اشتكتش من حاجة يعني، والمكان هنا كويس ماشي الحال والناس طيبين وبيحبوني. لازم كمان تلاقي واحد يحبك وتحبي وتعيش معاه بطريقة طبيعية. انت صغيرة وجميلة، التجربة اللي انت مريتي بيها اكيد يعني مش احسن حاجة هتحصل لك. انت عايز تقول ايه يا علاء؟ أنا بحبك وجاي النهاردة عشان أطلب إيدك بشكل رسمي. تقبلي تكوني مراتي؟ صباح الخير يا أبلة هاجر، وحشاني. خير. إيه اللي خير يا أبلة؟ إيه الوش الخشب اللي على الصبح دوت؟ أنا عايز أكشف كشف مستعجل عند حضرتك. كشف؟ كشف إيه بقى إن شاء الله؟ كشف كشف على قلبي يا أبلة، قلبي بيوجعني يا أبلة. بعد الساعة 12 يروح قايم لوحده كده بالليل ويغني، ألا أقوم بالصبح ألا أقوم بالليل، ألا أقوم بالصبح ألا أقوم بالليل. من الآخر يا أبلة كده عايزك تقيسهولي ب 800، تشوفي لي درجة حرارة الحب بتاعتك وصلت لغاية فين. تعبان يا أبلة تعبان. لا يا سوكا ما ينفعش، وبعدين إحنا متفقين إن مفيش ولا مقابلات ولا تليفونات لحد ما تقابل فواز أخويا. وماله يا أبلة؟ نتقابل ونتفق على كل حاجة يا أبلة، أنا عامل لك مفاجأة تخص مستقبلنا، بس أبلة مش هينفع الكلام في التليفون، نتقابل بره ربنا يخليكي. ماشي يا سوكا، بس هي مرة واحدة بس. عينيا الاتنين وان فورس اجيل، ثانية واحدة اتحزم واجيلك اروح البس. خلاص هستناك بكرة في المستشفى. هقابله بكرة التتة وبعد بكرة التتة، هقابله بكرة التتة وبعد بكرة. يا لهوي يا امي. اهمد اهمد خلاص بطلت سهوكة وحسوكة يا اخويا وقلة ادب وتجرمة في التليفونات. اهمد بقى كده هوت واسمعني، عايزين نشوف مستقبلنا. يا ولا الوقت احنا فيه ثلاث افراح عربينه معايا. فين العربون؟ ما هي الحمد لله اهي. فين؟ طب معايا في الحفظ والسنه، ما تخافش عليهم يا ولا، محافظه لك على فلوسك يا ولا ما تخافش. ماشي. وبعدين الفرحين اللي فاضلين هتكلمهم علشان يجوا يعربينه معايا انا برضه، ما تخافش على فلوسك، فلوسك معايا. بقول لك ياما، بقول لك ياما. نعم. ما كده ما رضيش ربنا. الصبح كبده ياما وليل الافراح لا ياما، انا عايز اتوب يا ربنا، توب عليا ياما بالكبده دي ياما. يا ولا يا ولا البحر يحب الزياده يا ولا. بقول لك ايه، اصبر عليا بس كده يومين على ما ادبر لك حد يجي يقف على عربيه الكبده، وهو نبقى نقسم معاه. بس بشرط ياما العربون ده يفضل معايا. يا ولا لا
لا لا اعملي شندوتشين يا ابني يا اختي، قولي صباح ولا مسا ولا اي حاجه كده ولا كده يا اختي. بقول لك يا ام سوق انزلي من على ودان، انا مش فقال. هاتلي سلم يا ولا عشان انزل من على ودانها يا اخو. الدنيا حلوه بتغنى اهي، والدنيا ربيع، والجو عبد السميع، احلى سندوتشين لاحلى كوريا. تغني معاك انت سوكه معانا بتنوح. اعوذ بالله على قفله اليوم يا اخويا. ليه كفر للشر بس؟ محروقه سوكه، محروقه قوي، مش ههدى ولا ترتاح لي جدا لما اعرف مين اللي حرق محل البت جمالات دي. قاعده عندي وفي حمايه، يعني ايه يعني؟ هفي انا ولا كرودي عشان تتعلم عليا قدام مخليه ربنا كلها كده؟ يا اختي احمدي ربنا، احمدي ربنا ان ربنا ولع فيه بجاز اسود على دماغها. هو احنا كنا ناقصين شخلعت ومرقعت ومسخره قريبتك دي؟ يا اسطى العيال دي مش من هنا، العيال دي غرب، ما ينفعش حد يخش غريب حارق كوريا. ماشي يا فرحه امي يا سوك، برضك عايز اعرف هيكونوا مين يعني؟ مين اللي زقهم؟ مين اللي وزقهم؟ نفسي. صباح الخير على الغير. صباح الخير يا عم. طيب اخلع انا بقى سوك، بقى تلبي بعدين. بقول لك يا اسطى عيب يا اسطى، يعني يا بعد رسالتي امبارح وبرضه ما بتردش الصباح. انا مستحملك لانك حبيبه صديقي. مين؟ انا ابو طالب. طالب خش خش في جوه. طيب طيب اهلا وسهلا. سلام عليكم. خطوه عزيزه بهوات. الله الله الله، انت ايه كنت نايم ولا ايه؟ لا ابدا، نايم ايه، انا بس كنت مريح الشزلون شويه. يا عم بقى تلاقيك سهران طول الليل مع نجوان، ما وحشتك بقى. نجوان؟ نجوان مين وسهران فين؟ ما سعادتك عارف ان نجوان بره مصر. انت هتستعبط يا جدع انت، ما نجوان رجعت وكلنا عارفين. لا بقول لك ايه، لم نفسك لعلقك على باب البيت تحت. اهدى مال يا حاج ابو نجوان، البشمهندس طارق ما يقصدش، احنا جايين بس علشان نقابل الست نجوان ناخد منيها كلمتين ونتوكله على الله، ويا دار ما دخلك شر. بسيطه، الباشا يديني ال5 مليون لحلوح اللي اتفقنا عليهم، وانا اديكوا الورقه اللي فيها علوان نجوان في اليونان، وتروحوا تسألوها زي ما انت عايزين. لحلوح ايه واليوناني وكلام فارغ بتاع كده؟ انا عارف مكان نجوان وهقوم اجيبها. اقعد هنا، البيوت لها حرمه. لو هوبت جوه هكسر رجلك. عيب يا راجل، احنا ضيوفك، ما حبولة تعمل معانا كده. طب اتفضلوا على الله من هنا بقى لحسن اصور فيها قتيل اللي لا لا انت اتجننت ولا ايه؟ يهبت منك جن لما يلخبطك. عيب يا باشمهندس، مش يلا السلام عليكم، توكل على الله، يلا توكل على الله. عيب. السلام عليكم. مع السلامة. مع السلامة يا سيدي. السلام. اتفضل اتفضل. حاضر. انا محترمك قدامهم عشان فيك شبه كبير من امي. بالسلامة. عرفوا منين انك هنا؟ وناش عرفني، يمكن عن طريق المطار او عن طريق اي حد من معارفهم، ما هم واصلين. بس انا كده مش هينفع ان انا اقعد هنا كتير. هتروحي فين؟ انا معايا شويه فلوس، اروح اخد شقه مفروشه ولا اوضه في لوكاندا، اي حاجه بقى. هو انت معاكي فلوس؟ اخوكي اشفر ما بقتش قادر ادفع اجره البنسيون، ويرضيك انت بقى الست صاحبه البنسيون تقولي الصراحه راحه يا تعتع وانت ما بتدفعش؟ ده حتى ممكن تتفهم غلط. طب والعمل؟ هرجع اقعد عندك من تاني؟ ولا حتى دي تنفع، العيال وهدان ونس بيجوا يبيتوا عندي، ودي عيال كلاب، لما بنضرب حجرين ثلاثه سوا بيبصوا لنا بصات مش مظبوطه، ما بالك بقى لو انت بايته معانا. طب هعمل ايه بس؟ ده انا لو رجعت لسلومه هيقطعني حتت. وانت ايه اللي رجعت لسلومه؟ انت خلاص ما بقاش في بينك وبينه اي حاجه، مش من حقك اصلا ترجعي له. قفلتها في وشي يا طاعون؟ خلاص هارمي نفسي في النيل ده عشان ارتاح واريحك. يا ست الناس انا مش تعبان، انا بس قلبي وكلني عليكي، انت ست محترمه ومش حمل البهدله. والنعمه. طب هنعمل ايه؟ تاهت وبعتنا وراها عيال يجيبوها، والحمد لله لقيناها. انت تشتغلي. اشتغل؟ وهو انا اعرف اشتغل حاجه؟ تعرفي الا تعرفي، انت يا ست نوال مش عارفه قيمه نفسك ولا ايه؟ طب بس انت سيبي لي نفسك، وما كنتش ادخلك العرب جود تالنت ما بقاش انا تعوض. انتوا ايه، انت هرجوا صح؟ نهارك ازاي يا سعاده البيه؟ احنا جايبين لك معلومات مهمه لقضيه هايدي اللي حضرتك ماسكها. حضرتك بنتك هي اللي مطلوبه وهربانه، وجايه تقول ان في واحده ما عليهاش اي حاجه وصلت مصر وعايزنا نروح احقق معاها. هو سعادتك لمؤاخذه مهمتك في الحياه انك تقبض على هايدي ولا تحقق العداله وترجع الفلوس المتهربه؟ يا سربيه احنا جايين نقدم لك خدمه، مش عاجباك تقول لنا شكرا، عاجباك تقول لنا برضه شكرا، عشان احنا بنساعد البوليس. شكرا، اتفضلوا. احنا عارفين شغلنا كويس، وعارفين مين دخل مصر ومين خرج بره مصر، ومفيش حاجه بتعدي علينا. وهيدي هتتجاب يعني هتتجاب،
فلو بتحبوها قولوا لها احسن تسلم نفسها عشان ده هيحسن موقفها في القضيه. شرفتونا. خد جرب. ما تجربي انت تفوقي وتعيشي زي البني ادمين. دي مره واحده مش تخسر حاجه. قلت لك ماليش في الحاجات دي. يلا بينا بقى، انا زهقت من قعده البيت. انت مش عايز تبقى مبسوط؟ ده هيخليك مبسوط. ايه ده يا مجنونه؟ يعني انا الحق عليا ان انا عايزه ابسطك؟ تبسطي ايه وزفت ايه؟ فوقي بقى لنفسك، اصحي كده مش هينفع. نعم يا اختي، طلبك للجواز؟ سبحان الله، دنيا غريبه يا ست هايدي. شوفي طول عمرك بتهربي من البوليس ومن الشرطه ومن الضباط، وفي الاخر ضابط يجي الكلب يتجوزك يعني. يا بنت تتجوزيه؟ انا هجوزك اسم النبي حسو سعد ابني، طول بعرض قمر 14 وبيحب البيض. يا خالتي يا اي هيصه، استني وانا دلوقتي عايز افهم. انت رديتي وقلتي له يا ست جولي تحفين؟ هقول له ايه يعني؟ قلت له سيبني افكر. يا الحرك اللي شبهك تفكري؟ ده انت كده ممكن تودينا كلنا في 60 داهيه. لا بقول لك يا خال، انا لغايه كده وما اعرفهاش، انا كده شلت كتير. نعرفها نعرفها. البنت دي اوفر اوفر، ما فيش فايده. لا يا حبيبتي مش هتجوزه اكيد، بس ما ينفعش اقول له لا كده مره واحده عشان ما يشكش. مش حضرتك اللي قعدتي تقولي لي ما تهربيش منه عشان ما تخليهوش يشك وادخلي عليه كده بصدرك وكل الهبل اللي انت بتقوليه ده؟ شايفه وسامعه الكلام الزين؟ ما شاء الله عليك يا ست هايدي. هو ظابط صح؟ اللي يقرفك. صح صح. اتفضلي سندس. على ماما يا جولي. ليه؟ لو انا مش عارفه انا بكلم مين؟ بقول لك ايه، الحلوه النواعم مايله للواد وعينها منه، لولاش بس الظروف اللي هي فيها دي كان زمان قالت خدني في حنانك خدني. اه وافرضي يعني انت مالك؟ هو انا يعني مش من حق احب واتحب بعد كل اللي انا شفته؟ بعدين الراجل مش عايز مني اي حاجه وعايز يقف جنبي باي شكل، مع انه ولا يعرف انا مين ولا اصلي مين. سامعه يا كوريا؟ شايف التفكير الزين؟ لازم تاخده بالسياسه وبالفقاقه. وبعدين كويس، ماله الظابط؟ ظابط ومال هدومه؟ كويس انه ظابط وهيتجوز واحده اسمها جمالات. شكري. مبروك. خش يا ست الكل، يا ستهم يا عسليه العسليه. مساء الفل. الله الله، ايه يا طاعون، ايه التاخير ده كله؟ معلش يا دارا، كنت عايز اوضبها كما يليق بالمكان، فعدينا على انذرنا وجبتها على طول. ماشي، فهمت بقى الشغل؟ عيب عليك، انا لخصت لها كل قواعد المجد في بيت شعر، تحب تسمعه؟ نسمع يا طاعون، وماله؟ قولوا للي اكل الحرام اوكي، بكره اللي كلوه يهدموا عادي. الله يقطعك يا طاعون. بس على فكره اسم نوال ده بقى مش عاجبني خالص، معرفش مش حاسه، قديم قوي ستينات كده. انت ممكن ينفعك اسم ناني. الله على ذوقك، احلى بكتير. ها بص بقى يا ناني، عايزك يا حبيبتي تقفلي عداد الدلع عندك على الاخر. الزباين هنا بتيجي تقع دم قلبها عشان تشتري الانبساط. الانبساط ده بقى احنا اللي بنبهولهم يا ناني. ماشي يا ناني؟ ماشي يا اداره، هي بس متوتره شويه، اكمنها في مرحله اخيرا اتجرأت، بس هتفك واحده واحده ما تقلقش. على فكره الغنوه اللي شغاله دي هي اللي مكسره الدنيا وواكله مع الناس قوي، ما تعرفش بتاعت مين دي يا طاعون؟ لا سامحني يا اداره، انا ما بسمعش الاغاني الهابطه دي، بحب ماجده الرومي. طب تعالى يا بابا عشان عايز اقول لك على حاجه. عينيا. شايف الزميل الحاتي اللي قاعد هناك لوحده ده؟ خدها احدفها عليه. ها؟ وخلي عينك عليه. من بعيد لبعيد كده. ها؟ مش عايزين رسالة على الزباين. عيون تعطى. يلا يا طعم. يلا يا قطة الناس. يلا حبيبي. وانا اللي فاكراك راجل اتاريك الا ما فيك واحد عادل. ايه ده ايه ده ايه ده؟ جرأيه يا بت، انت كنت فاكراني هاني سلامه ولا ايه؟ وجو حب وكده؟ يعني انا منيمك في فرشتي ولم امسك وبوضبك وجايب لك شغل، تفتكري ليه؟ عشان تحترفي في نادي الاولمبي مثلا؟ بقول لك يا بت صحصحي كده وفوقي عشان احنا داخلين على مرحله عسل. ها؟ يلا. ما قلتلوش ليه ان الغنوه دي بتاعت الواد سوكا؟ عشان انا بحب ايمان البحر. خلاص يلا بقى اقعدي. مساء العسل. وده ايه ده ان شاء الله؟ اقعدي بس، ما هو اصلا مش شايف. سفير الزوايا الحسنه، شغلك معاك تامرني. ها؟ هيما. ايه يا هيما؟ بجد والله مبسوط. مالك يا هيما؟ ايه اللي انت بتنيله ده؟ انت جايبك تشتغل معانا طاعون. لا بقول لك ايه يا هيما، ما تنساش ان انا اللي جايبك تشتغل في المكان ده. ودلوقتي ناني بقت حرمتنا، احنا اصحاب. بس البيزنس ما فيهوش شفقه يا صاحبي. بقول لك ايه يا كبداكي، لا مؤاخذه بقى، لو عايز تسترجل روح استرجل على سوكا اللي واخد محل الكبده بتاعك ورايح جاي مع كوريا. خلاص؟ رايح جاي مع كوريا؟ ايه اللي انت بتقوله ده يا طاعون؟ زي ما بقول لك كده، انا قلت لك وانت حر نفسك. يلا شوف شغلك انت يا ولد.
ايوه باشا. شوف لهنا بتشرب ايه. بتشرب ايه يا هنا؟ هات لي ازازه بيره مشبع. اموري. وده ايه ده؟ ان شاء الله. In the hospital. Thanks God you're alive. آخر مرة يا سوك. اللي مني مبهدلني. أسيادنا راضين عليك يا عسل. قول عايز إيه؟ خلاص مفيش سوكة. سوكا القديم راح، في سوكا جديد، سوكا المستقبل، وانت المستقبل يا أبلة. يعني خلاص نويت؟ نويت والنية على الله يا أبلة. أنا من ساعة ما عرفتك يا أبلة والخير عمالي يخر على دماغي على دماغي. طب حددت ميعاد معين؟ قريب قريب، بس الأستاذ حاتم كده يشد حيله ويعمل لي قد خمس أو ست حتت كده عشان ربنا يكرمني. أستاذ حاتم مين؟ أنت ما تعرفي؟ ده الأستاذ حاتم ده أحسن شاعر في مصر، الوحي يجيله يروح متصل بيا آخد كام وحي كده يعني قد خمس ست وحيات كده. هو أنت بتتكلم على إيه بالظبط؟ النبي بالهدية يا أبلة. إيه دي؟ دي الأغنية بتاعتي اللي مكسرة التكاتك كلها، وإن شاء الله على طلعة رجب هنزل باستديوهات تقيلة إن شاء الله. بس كده؟ بس كده أمال إيه يعني كده؟ يعني أنت مكلمني وعايز تقابلني عشان كده؟ لا أبلة أنا فرحان، فقلت أجي أفرحك معايا يعني، وبصراحة أنا أعمل لك الأغنية دي خصيصا عشانك يا أبلة. ما تتصلش بيا تاني يا سوك. وأنا عملت لك إيه يا أبلة؟ بقول لك ما تتصلش بيا تاني. خدي يا أبلة بس، زعلانة من إيه؟ ابعد عني بقى ومالكش دعوة بيا. ازيك يا سوك؟ أهلا كبداكي. من بعيد بس عشان رايح الشغل والريحة. ماشي يا كبير، وحشتني. بلاش نقعد مع بعض يعني زي زمان. طب والنبي أعمل لي رغيفين عشان ألحق بطني من الصبح. تأمرنا كبداكي. العربيه عربيتك ولا عايز اخدها تحت امرك يعني؟ انت بتظبط مع كوريا ياد؟ مظبط يعني ايه؟ لا مؤاخذه مظبط يعني. في بينكم لغايه وحاجات كده؟ لغايه؟ يا نهار ازرق ابراهيم، في حد يبص لاخته يا جدع؟ ده لو اخر واحد على الارض يا جدع عمري ببص لها. اللي يبص لاخته يبقى ابن حرام. على فكره بقى اللي عيب لك في دماغك شكله ما بيحبكش. ايه ده؟ استنى، مين دي؟ بقولك ايه؟ دي تشبه جمالات قريبة كوريا. غروب سيدة الأعمال هايدي أبو طالب وزوجها. يعني ايه لا مؤاخذة مظبط؟ يعني في بينكم لغاية وحاجات كده. لغاية؟ يا نهار أزرق إبراهيم، في حد يبص لأخته يا جدع؟ ده لو آخر واحد على الأرض يا جدع عمري ببص لها. اللي يبص لأخته يبقى ابن حرام. على فكرة بقى اللي عيب لك في دماغك شكله ما بيحبكش. ايه ده؟ استنى، مين دي؟ بقولك ايه؟ دي تشبه جمالات قريبة كوريا. غروب سيدة الأعمال هايدي أبو طالب وزوجها الإعلامي مروان أبو عرب بعد استيلاهما على 50 مليون دولار. تعالى بنت يا شماغ اغسل لي شعرك وقول أحسن، حاسة إنه بياكل. حاضر يا ست. اطلعي بره يا شيماء وما تدخليش حد علينا. حاضر. يو هو ايه اصله ده؟ استني انا بت. اطلع انت بره يا هيم، والمصحف نصوت ولم عليك امه لا اله الا الله. اطلعي بره يا بت. حاضر. يو انت عاوز ايه؟ نعم. يا صبتي هات هات. عرفتي مين فينا يا بت اللي بيلعب من ورا التاني؟ طب بذمتك انا عملت ايه؟ قلت لي عايزه اتجوز يا هيما، قلت امين. قعدت ادور على شغلانه يا كوريا عشان الم فلوس الجواز، ما لقيتش قدامي غير شغلانه الكباريه، وما قلتلكيش يا كوريا عشان ما ازعلكيش، ما كفرتش. بس انت برضك كدبت يا هيما. كدبت بس عشانك، مش انت اللي وقعلي على واحده معاها 50 مليون دولار ومكتمه على المصلحه؟ 50 مليون دولار يا كوريا دول يشتروا محافظه، ومره تفتحي لي كوافير، ومره تدفعي لي فلوس تنكيس البيت، وانا هيما خطيبك اللي هيبقى جوزك ابو عيالك تكدبي عليا وتقولي لي دي جمالات بنت خالتي؟ عاوزه تكبشي الكبشه لوحدك يا كوريا؟ اكبش اكبش ايه ونيلت ايه؟ انت ولا فاهم حاجه؟ طيب اديني اهو يا كوريا قاعد مرزي قدامك لحد ما افهم كل حاجه من طقطق لسلام عليكم. يا اما وديني هطلع من هنا على الاسم. لا اسم، اسم ايه؟ ده 50 مليون اخضر، ده انا هطلع من هنا على المديريه. ويا نعيش عيشه فل يا كوريا.
يا تولع بجزع علينا احنا الكل. خلاص خلاص هقول لك. مين البت دي؟ يا بت ايه ده؟ اقعدي بقى خيرتيني. سيبيني في حالي ونيفيا سونتوس، مخنوقه ومش طايقه نفسي. تعالي اتفرجي معايا على التلفزيون. خدي اشربي شويه. تعالي. ايوه ادي اللي انت فاتحه فيه. الو. مساء الخير. مساء النور. ايه الاخبار؟ عامله ايه؟ مخنوقه وزهقانه وقاعده في البيت ومش لاقيه حاجه اعملها. معلش، انت ممكن على فكره تبداي ترممي في المحل وتدهنيه وان شاء الله ترجعي تاني الشغل قريب. مش عارفه. لا خلاص، حاسه ان انا قفلت من المحل. تحبي يعدي عليك اخرجك؟ يا بنتي هاتي ما كلمني. لا مش هينفع، الوقت خلاص اتاخر. انا هقعد اتفرج على حاجه في التلفزيون وبعدين ادخل انام. على فكره انا هنزل من بكره بحمله كبيره حلم المسجلين والمشبوهين في المنطقه، وهعملهم عرض عندي في القسم، وانت بقى ممكن تيجي بقى يعني تشوفيهم وتتعرفي على اشكالهم. لا 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 مش مهم خلاص، انا حتى لو شفتهم مش هفتكر اشكالهم. خلاص يا علاء مش مهم، حصل خير. حصل خير ازاي بس؟ ده حقك وانا ملزم اجيبهولك. انا متشكره قوي يا علاء، ميرسي بجد، ربنا يخليك ليا. بس بجد خلاص. فكرتي في الموضوع اللي قلتلك عليه؟ اي موضوع؟ اكيد يعني ما نسيتيش. لا ما نسيتش، بس لسه ما فكرتش برضو. ما تستعجلش عليا يا علاء. استعجلش ده ايه؟ ده انا مستعجل جدا جدا جدا. طيب خلاص هفكر ان شاء الله. يا رب تطلع النتيجه لصالحنا. ماشي، هسيبك دلوقتي وهكلمك بكره اقولك عملت ايه. طيب ماشي، تصبح على خير. بحبك. ايه؟ بحبك. لا لا مش سامعه، صوت بيقطع. يعني هي الشبكه ما قطعتش غير دلوقتي. بقولك بحبك. علاء انا هكلمك بكره، واضح ان النتورك وحشه قوي. ماشي، هعديها بمزاجي. يلا تصبح على كل حاجه حلوه. وانت من اهله. باي. هاتي بنت التليفون بقى، هاتي، عايزه اكلم عوض. حاضر يا سندس، يا احلى سندس، يا اجمل سندس، يا اطعم سندس في الدنيا. بس هاتي بوسه حلوه الاول. انت هتلفيهم وتبيعهم لي يا كوريا؟ ده انا كبداك. تربة امي البت هايدي دي محلتها اللضا دي، بنت قابلة وعبيط دي، مسكوكة على قفاها حتة قفا حلو كده طالع من عينيها. بص الفلوس كلها مع طليقها اللي اسمه مروان اللي هربان برا مصر ده، هو والبت اللي اسمها نجوان. بنت نجوان دي بس عايشة اليومين دول في دور ايه؟ ان هو كان عليها الفلوس ورجعها على مصر، بس انا مش مصدقاها. تشوف البت كده تلاقيها مرسومة ولابسة ومتأنتكة، ولا اللي ورثة الخديوي في ايام. انا الكلام ده مش راكب معايا. ركبه رابع ورا يا كبداكي. بقول لك ايه، انت تحمد ربنا وتبوس ايدك وش وظهر اساسا ان لساني خاطب لسانك بعد اللي عملته. احنا هنكر الشريط من اوله ولا ايه؟ ما انا قلت لك اللي عندي اهيم. ماشي، هدور الكلام ده في دماغي واشوف ظبطته فين، عشان يديك الرومي ده يا كوريا انا يلزمني فيه ورك محترم، يا الا محدش هيدوق. محدش هيدوق. ايه رايك يا اداره؟ ناني ضربت الارقام القياسيه، مش عارفين نلاحق على الازايز من كتر ما بتنزل. ناني دي طلعت عاليه قوي 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 يا طاعون بصراحه. طب طب طب، يبقى هات لي كتير من ده. عينيا يا اداره. لا 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 ازعل كده، مفيش غير ناني واحده بس. خلاص يا طاعون روح شوف شغلك انت يا حبيبي. عدلاتي يا اداره. خد يا صندوق، عايزك تعالى. على فكره انا اعرف صاحب الغنوه اللي مكسره الدنيا. ايه ده بجد؟ اه ده سوكا الحلواني ابن منطقتي، بطن البقره. خلاص طالما ابن منطقتك ومن بطن البقره، ما تلغيهولنا يجي يشتغل معانا، وانا عشان خاطر كناني هرضيه احلى مرضيه. هترضيه هو بس؟ لا 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 اوعي تقولي كده يا ناني، الا انت، ده الدلع كله والرضا كله ليك حبيب. زي الفل يا دار. تعالى لي هنا يا بتاع الفل، انت مقسوم لك نص يوم، ايه التاخير ده كله؟ معلش كان عندي ظرف عائلي واتصلت بتعاون عشان يبلغ. طب اتفضل روح خش في شغل. ماشي. بلاش الخصم ده عشان خاطري انا يا مدير. لا عشان خاطري سيبه. بقول لك ايه، فكيني من دماغ الكنوان، انا مش عاوز اللي يجي منك، خليه يوم، بلاش نص يوم. الله حكم. بتقولي علينا يا ضنايا؟ ان شاء الله يا ماما. بتقولي على اخواتك؟ اول ما تقعدي ابعت لنا العنوان ودوري لك على شغلانه يكون قرشها كويس. امك عندها فشل كلى وبتعمل غسيل، واخواتك مصاريفهم كتير. مع السلامه. حاضر يا بابا. مع السلامه. مع السلامه. خلي بالك من نفسك. خلي بالك من نفسك. مع السلامه بقى. على فين؟ ايه ده؟ السلام عليكم. انت مين ولا مؤاخذه؟
ياسر عبد الحق مباحث اموال عامه، عايزين بس الانسه في كلمتين. انت عملت حاجه يا بنت؟ لا احنا لا مؤاخذه عندنا اموال عامه ولا اموال خاصه ولا اموال من اصله، عاوزين مننا ايه يا بيه؟ احنا بنتي ملهاش دعوه، كله من مروان بيه ده. ايوه هو اللي في الاول والاخر هو اللي غلطان. ما تخافيش يا حاجه، هي مش متهمه في حاجه، احنا بس عايزين ناخد منها كلمتين كده عن هايدي ومروان والفلوس وهنمشي على طول. تفضل يا باشا، تفضل تحت امرك. او ماله، تفضل سعادتك، تفضل. خشوا يا بنات يلا. تفضل انت كمان. ما طلعتش من نجوان باي حاجه مفيده، ونادر سكته اتقفلت، وهايدي ملهاش وجود اساسا. شكلي اروح لاسماعيل بيه واخليه يسلم القضيه لاي حد تاني غيري. ما تبقاش عبيط، دي اول قضيه تمسكها. هتروح تقول لهم ايه؟ مش عارف اشتغل؟ تروح مرور بقى بعد كده ولا ايه؟ مش عارف بقى. انا فاهم احساسك ده، انا كمان عمال الف حوالين نفسي عشان اجيب العيال اللي حرقوا الجمالات المحل، مش عارف اوصل لخيط حتى. بعدين يا اخي مفيش حاجه كبيره يعني تخلي حد يعمل كده. سيبك من المحل، انت عامل ايه معاه؟ طلبت ايدها. يا نهارك اسود، طلبت ايدها وش كده من غير ما تسالني، من غير ما تفكر في اي حاجه؟ يا عم بس هي توافق، وانا حاسس ان هي كمان بتحبني، بس يعني زي ما يكون كده في حيطه بيني وبينها. مالك يا عم انت، في ايه؟ تنح كده ليه؟ انا عارف الست اللي في الصوره دي. ست ايه يا عم انت؟ ما تحترم نفسك. بقولك طلبت ايدها. وانا بقولك انا عارف الست دي كويس، بس مش فاكر شفتها فين. تكون ممثله، مغنيه، مذيعه. ايوه ما انا كمان بحس كده لما بشوفها، بس عادي يعني، هما الحلوين كده كلهم شبه بعض. ماشي يا عم الحلو، ما انت دايما واقع واقف، ربنا يوعدنا. نقوا علينا بقى. الحمد لله على السلامة. نادر؟ هتفضلي ساكتة كده؟ عاوزني أقول لك إيه؟ آخر مرة شفنا بعض كنا هنا في نفس المكان ده. كان فاضلنا حوالي شهر على ميعاد الفرح، نشتري الحاجات الأخيرة. وبعد كده سيادتك اختفيتي. أكيد في كلام كتير وحاجات عايزة تقولي لي عليها، ولا إيه؟ هو أنت لسه فاكر تسأل عليها دلوقتي؟ كنت فين لما مروان اجبرني ان اسافر معاه بالعافيه؟ وكنت فين لما اجبرني ان اشارك معاه في لعبته الواطيه دي ضد هايدي، واطلع كاني واحده وحشه وخنت صاحبتي الوحيده اللي اتربيت معاها؟ كنت فين ساعتها وما سالتش عني ليه؟ ياه وايه كمان؟ بص يا نادر، احنا ممكن ننسى اللي فات. انا خلاص قدرت اهرب من مروان ورجعت على مصر. انا رجعت عشانك، عشان نتجوز ونعمل شهر العسل ونعيش مع بعض وننسى كل اللي فات. انا لسه بحبك على فكره. انت مش متصور قد ايه حط لي اغراءات قدامي عشان اتجوز، بس انا رفضت ورجعت عشانك نادر. انا لسه بحبك للدرجه دي؟ انت شايف ان انا انسان ساذج عشان كنت بحبك؟ اللي قال لي انك رجعتي مصر قال لي كمان كل حاجه حصلت هناك. انت خلاص، خلص مروان وخلصت هايدي وخسرتي كل حاجة بسبب جهلك وقلة إحساسك. لسه فاكرة إن أنا العبيط الوحيد اللي ممكن يصدقك واللي يمكن تطلعي من وراه بأي حاجة. اسمعي، أنا مش هقولك أنا بكرهك أو بحتقرك أو أي حاجة من الكلام المهذب ده، بس عايزك تعرفي إن أنا زعلان قوي من نفسي، لأن قلبي ده في يوم من الأيام حب واحدة زيك. لا تكاوى، ما تخرص بقى يا وليا، مش عارفه اتفرج على الفيلم. جنابي مش قادره. ده مين اللي بيخبط في الساعه دي؟ قومي افتحي. حرام عليك، حرام عليك، انا مش قادره. حرمت عليك عيشتك، يعني انا اللي قادر؟ طيب طيب. ايه ده؟ انتي؟ ايه اللي جابك هنا تاني؟ ملهاش لازمه الشحطات والمصاريف يا بابا، مصر كلها عرفت ان انا هنا، واللي له عندي حاجه يجي ياخدها بقى. استني قبل ما تخشي، ايدك على 50 جنيه جيب دخان.
اتفضل. ايه ده ماما؟ مالك يا حبيبتي؟ ايه ده، انت كويسه؟ يا نبي يا نبي، ايه ده؟ طب انت اخدتي الدواء؟ طيب ما خدتش حاجه. بصي مش حاجه، انا هنزل اجيب لك الدواء، ولو ما خفيتيش من هنا لغايه الصبح هوديك المستشفى. ماشي. فوق بقى نادر، هتضيع نفسك عشان ايه وعشان مين؟ عشان نجوان اللي سابتك وباعت نفسها لمروان عشان الفلوس؟ يا اخي احمد ربنا انك كشفتها على حقيقتها قبل ما تتجوزها فعلا، ولا علشان سارة اللي كانت هتجرك لسكة اللي بيروح فيها ما بيرجعش؟ فوق يا نادر، فوق وارجع لنفسك ولحياتك ولاختك وللدنيا كلها. فوق يا اخي، فوق قبل ما يفوت الاوان. فوق. هي قفلت زي الكوتشينه، هنعمل ايه دلوقت؟ حافظ ومش فاهم يا ابني، الضمنه هي اللي بتقفل مش كوتشينه. يا عم ضمنه كوتشينه، المهم احنا هنعمل ايه دلوقت؟ انا بقول ناخد شقه في بطن البقره عشان نبقى جنب هايدي لحد ما نشوف الموضوع ده اخرته ايه. والله يا عندك حق، بدل ما نخرجها من اللي هي فيه نروح نتحبس معانا وانت يا عم. هتعمل عاقل عليا انا يا عم؟ ما هو ما ينفعش الكلام اللي انت بتقول ده يا عم برضو. صباح الخير. ايه، محدش هيقول لي اتفضل ولا ايه؟ اتفضل يا دكتور نادر. هو انت مش قلت انه اتخانق معاك اخر مره رحت له فيها؟ ابو طالب بيه، انا جاي اعتذر لك عن اي حاجه حصلت مني في الفتره اللي فاتت. نو بروبلم، حصلش حاجه. انا جاي عايز اوراق القضيه بتاعت هايدي، انا همسك القضيه تاني وان شاء الله مع بعض للنهايه، للبراءه ان شاء الله. انت بتتكلم جد يا نادر؟ طبعا جد. شايف نادر ده؟ بقولك ده تربيتي انا، تربيتي انا. انا متشكر قوي يا نادر، مش عارف اقولك ايه، اشكرك ازاي يا رب. تشرب ايه؟ الله هاجر، انا اسف يا الله، انا مدب، معلش يا الله، سامحيني والنبي يا الله، يعني ارمي نفسي من هنا؟ تتجوزيني يا الله؟ وانا شكلي عملت حاجه ولا ايه؟ اصل انا شفت الحركه دي في فيلم تركي قبل كده. تقبلي مني دي يا الله؟ واول ما ربنا يكرمني هروح لاخوكي واطلب ايديكي واجيب لك احلى شبكه. احلى شبكه؟ امال دي ايه؟ اتفضلي شوفيها، دي مفاجاه. تاني سيدي هيا تاني. ايه دي؟ دي احلى اغنيه اخطبك بيها. وانا شكلي غلطت تاني ولا ايه؟ لفها كده وفتتي يا ايدي. دول العيال دي الراحه يا عمنا هتشوفوا ازاي؟ في ايه؟ شوف ايه يا حرس؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه يا حبيبي؟ عمل ايه بس؟ واخدينهم على العيال يا باشا؟ يا باشا يا باشا في ايه؟ طب بلاش هما، طب يقولوا هما عمل ايه؟ يا باشا في ايه طيب؟ خلاص انت يا ست هان، شوفي اللي الظابط بتاعك قبض على هيما ليه؟ بقول لك ايه، خلي بالك انت هتروحي في 60 دقيقه لو هيما قال له حاجه. يا دي المرار الطافح، هو هيما كمان عارف الموضوع؟ هو اكيد قبض عليه عشان حرق المحل. وماله هيما بس ومال حرق المحل؟ ولا هو افترى ولا مجدد وخلاص؟ هو انت عشان رجعتي تكلمي هتتخانقي معانا ولا ايه يا كوريا؟ لا يا ست هايدي لا، الواد هيما واد مشجع ما يعملش العمله السودة دي. شفتي هو بيقول لك اهو، وبعدين ما رجعش اكلمه ولا حاجه. انا بس حقانيه وبقول الحق، هيما مالوش في حرق محلات. الحق كلمي الظابط بتاعك قبل ما يهفلك معاه كلمه كده ولا كان؟ انت اللي هتشيل الطين، انا مالي، انت حر. كلميني يا ست هايدي، خير البر عاجله. الحمد لله على السلامه يا دكتور، المكتب منور بحضرتك، والله كنت وحشنا قوي. الله يسلمك، ميرسي جدا، وانتوا كمان كنتوا وحشيني جدا. يلا معلش احنا ضيعنا وقت كتير، بس برضه لسه قدامنا وقت. عايز كل واحد فيكم يحضر لي اوراق وملفات وتقارير بكل القضايا اللي معاكم، علشان ارجع اشتغل معاكم زي زمان ولا نسيتوا؟ اصرف لهم نص شهر. حاضر. احنا داخلين على شغل جامد جدا يا جماعه، جهزوا وشد حيلكم. شكرا يا دكتور. شكرا. الو، صباح الخير يا علاء. صباح الخير يا حبيبتي. علاء انا كنت عايزه اطلب منك طلب صغير. خلصي. طلب صغير قوي كده يعني. اتفضلي تحت امرك. الواد هيم ابراهيم اللي انت قبضت عليه من شويه. سيبيلي انا الموضوع ده، انا العيال دي عارف ديتها واعرف اتعامل معاهم كويس.
هي قرصت ودني وهتلاقيهم كلهم جم تحت رجلك. لا لا بس هو ابراهيم ما عملش حاجه. مش كان خاطب قريبتك وسابها؟ ممكن يكون بينتقم. هما رجعوا لبعض وانت عارف يعني اني مش عايزه مشاكل معاهم. حاضر يا حبيبتي هخرجه اعمل لك اللي انت عايزاه. ميرسي متشكره قوي يا علاء ميرسي بجد. العفو. فكرت في الموضوع بتاعنا؟ لا لا لسه انا هفكر واكلمك. وبعدين انت مستعجل قوي كده ليه؟ انا مستعجل جدا طبعا. طيب روح انت دلوقتي وانا هكلمك. باي باي يا علاء. هيخرج ارتحتي بقى؟ ايه وانا ارتاح ليه؟ خلي بالك انا عامله كل ده بس عشان قلقانة عليك، خايف عليكي من الكلابوش. امشي يا ولاد الكلب ما شاء الله يا خرابي عليك وعلى جمالك يا دي البيت. ايه اللي جرالك يا بيت؟ ما شاء الله عليك رحتي وجيتي وايه اللي جرالك؟ تصدقي بالله والله ما عرفتك، والله بقيتي شبه البني ادمين اللي بجد يا بيت. لسه لسانك فالت مني. هقول ثاني هيروح فين يعني؟ قولي لي يا بنت رحت فين وجيت منين؟ ما تساليش عليا ليه يا واطيه انت يا واطيه. مشاغل والله يا خالتي. امال فين سوكه؟ عاوزه سوكه في ايه يا اختي وانت في الحاله اللي انت فيها دي؟ وبعدين مشاغل ايه يا بنت؟ رحت فين وجيت منين ومين قلعك ومين لبسك يا بنت؟ هقول لك على كل حاجه، بس دلوقتي عايزه سوكه عشان جايبه له شغلانه انما ايه؟ لوز. واد يا سوكه يا ولا يا سوكه يا ولا. ايه يما في ايه يما سرعتيني؟ تعالى يا ولا تعالى. مش دي القبله نوال؟ اه يا واد القبله نوال جايبه لك شغلانه لوز يا ولا. طب الف واجي لك قبله نوال ولا اقول لك حاجه؟ نطي يا ولا. الف ليه؟ انت تحكي له على الشغلانه كده وقت، لكن الاتفاقات كلها معايا انا. اه الفلوس والحاجات دي عشان انا مديره الاعمال دلوقتي. الحمد لله على السلامه قبله نوال. الله يسلمك يا سوكه. بص بقى انا دلوقتي شغاله في الكباريه اللي شغال فيه كبدكي وطاعون، والراجل مدير الصاله سمع الغنوه بتاعتك ومتكيف قوي وعايزك تيجي تشتغل عنده. اه بس تعاون ده زباله البشر، كان عايز يقف لك فيها لولايا انا سلكتها لك. ايه سلكتها له؟ مش الكباريه ده يا بت اللي بيبقى فيه المليطه كلها؟ لا والله اصيله يا نوال. اه ياما كباريه مطرب زي صاعد هيشتغل فين؟ في الحديقه اليابانيه. ايوه ياما كباريه. المهم يا سوكا لما تيجي تحرس منه ومن اللي اسمه كبدكي ده كمان. اه يا اخويا احنا دلوقتي خرجنا بره المنطقه، يعني انت عارف المصريين مع بعض في الغربه بيعملوا ايه. اه يا اختي. طب هو وهيشتغل مطرب ومغني في الكباريه، وانت ان شاء الله هتشتغلي ايه يا حبيبتي؟ فتاحه. ودي هتفتح ايه دي؟ انا هقول لك بقى يا ام، مش انت بتنادي على الراجل ابو فوزي يا ابو فوزي افتح لي حاجه ساقعه؟ اه قبل نوال بقى جايبه ثلاجه حاجه ساقعه في هناك في الكازينو، وكل اللي يعدي يا ام تفتح له حاجه ساقعه، تفتح له حاجه ساقعه. اتفتح في راسك طاقه انت وهي في ساعه واحده. المهم يا سوكا ان شاء الله لما تروح وتشتغل وتتنجم تبقى بقى تعوض لي الخدمه دي وتنطقني معاه. تأمريني قبل نوال بس ازاي يعني؟ افهمك، البنات صنفين في الكباريه، الفتاحه درجه تانية في الفلوس والمعامله وكله، اما الرقاصه درجه اولى. اه وانت بقى يا اختي عاوزه تترقي وتبقي ايه؟ فتحت كوالين ولا خزن ولا رقاصه؟ افهمك انا يا خالتي، ما انا طول ما انا بره كان على رقبتي عامل حاجه زي كده، لكن ما دام كده كده جوه المخروبه يبقى خربها احسن. الو ايوه صباح الخير، انا كنت بتصل بخصوص الاعلان. ايوه وظيفه السكرتيره التنفيذيه. نعم يا فندم. اه طيب معلش شكرا. بتتكلمي في ايه يا اختي؟ قومي خشي شوف امك بانها بتطلع في الروح. ايه يا نهار ابيض ماما. ماما حنينه قوي يا اختي. ايه كل ده مش سامعه سنجتي؟ وانت مش سامعه ليه بقى؟ وقع على ودنك وانت صغيره؟ الله 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 جبتيها منين دي يا بنت؟ واحده زبونه قالتها لي عندي في المحل فعجبتني. حلوه صح؟ اه حلو. يو ما تصبر الا على الباب، هي الدنيا طارت. هيما كفرة كبداك يا مساء الفل. ايه رايح فين؟ احنا هنا لوحدين. ما انا عارف. يو انا جاي امسي على الست جمالات هاني، قصدي هايدي، وجاي اقول لها ان كبداكي طلع راجل وما فتحش بقه بنص كلمه، مع انه يعرف كتير، يعرف كله لا مؤاخذه. ميرسي ميرسي بجد يا استاذ يا استاذ ابراهيم، انا متشكره من قلبي. على ايه؟ شكرا على ايه؟
وكمان اصل الضابط علاء مزودها بصراحه وانا ممكن ازعله، بس انا خدت بالي ان في تلطيف مشترك ما بينكم فقلت اسيبه ياكل عيش. لا جامد يا ولد. امال امال، بس خلينا بقى في المفيد. الواد سوكا كان معايا وانا بقرا الجورنال وعرف الموضوع. انا امنته ما يفتحش بقه، بس اصل الواد سوكا ماشي مع البنت هاجر ما انت عارفه، واللي زي سوكا ده لما يمشي مع واحده بيحكي لها على كل حاجه، تاني يوم مصر كلها تعرف. انا يا استاذ ابراهيم الصراحه مش عارفه اشكرك ازاي. شكرا. على ايه بس يا ست هاني؟ والله انا من ساعه ما شفتك وقلت ان انت هاني. بيبان بيبان. لو انت خبره قوي في الهانم يا واد. بقول لك ايه، يلا حبيبي عشان تلحق يومك، سكتك خضر. يلا لسه العرض ما خلصش. عرض يعني ايه؟ في هديه مجانيه. ما تخلص كبدكي وتوخ اللي في بق. هو مش الظابط علاء محتاس وداير يقبض على نص المنطقه ومش عارف مين ورا موضوع المحل؟ اه المعلم سلومه هو اللي زائق العيال. سلوكه؟ سلوكه ايه؟ اسمه سلومه. حاجه غريبه جدا، وانت عرفت ازاي؟ مصادري الخاصه. وبقولي للباشا بتاعك كبدكي بيقول لك يا ابو دبوره ونسر وكاب، المعلمه مش عاوزه كتاب. سلام. سلوكه سلوكه ايه؟ هو انت مالك فرحانه قوي كده ليه؟ يو عشان طلع اصيع من ابو دبوره بتاع. ايه ده؟ مش معقول. الو بتصل بنفسك؟ اقول لك انا مش عارف امسك. النهارده عيد الحب، كل سنه وانت طيبه، وهابي فالنتاين وهابي يون اير، وحشاني ابو الهجر. بطل بكش يا سكا واسمعني كويس. الحاجه انتصار محجوزه هنا في المستشفى، وفصيله دمها مش لاقيينها في بنك الدم. يا نهار ابيض يا ساتر الرب. هي فصلتها نفس فصيله دم ابراهيم صاحبك. ايوه انا فاكراها كويس قوي من يوم ما جه يعمل العمليه عندنا، وكنا مبسوطين جدا ان احنا لقينا فصيله الدم بتاعته. طب وبعدين؟ عشان خاطر يا سوكا خليه يجي يتبرع لها بالدم، الست حالتها خطر قوي. مسافه السكه وهجيله. ايه في ايه؟ في ايه يا لا؟ هي الحكومه جننت ولا ايه؟ انا هو في ايه يا لا؟ مالك يا كبداكي؟ يا كبداكي في ايه؟ في ايه يا سوك؟ في احد يصحي حد كده؟ اخفى من وشي بدل ما اعورك وربنا. يا عم بقول لك ايه، دي حاله انسانيه. يا عم حاله انسانيه؟ انا اللي حاله انسانيه يا جدع. ست نصار دي ست طيبه وغلبانه وملهاش اي حد، وانت هتنجز حياتها. اتهطل يا سوكا؟ دم ايه اللي هروح اتبرع بيه؟ وانا عند اهلي دم اصلا. سيبنا انا سوكا. بقول لك ايه، ما انت لو ما روحتش ست نصار هتموت. انتصار انتصار مين يعني؟ ما تموت ولا تولع، عايز انام ساعتين قبل ما اروح الشغل. بقول لك يا صاحبي عشان خاطري الخدمه دي ليا والله العظيم ما هنساها لك. قوم بقى كبدك عشان خاطري. طب يا سوكا هقوم هقوم. قال يعني انا لو ما قمتش انت هتسيبني نايم؟ ما انت طالع زنان لامك. الله يسامحك انا مش هكلمك الا عشان خاطر ست نصار. انت هتقول انا هنام؟ خلاص معلش معلش ونبقى. ايوه يلا قوم يا صاحبي. ايوه يلا. كبدك ايه؟ كبدك ايه؟ صدقني يا سعاده الباشا انا ماليش دعوه بحرق محل الست جمالات. وحرقوا ليه عدم المؤاخذه؟ هو انا اغاوي اذيه الناس؟ هات لي العيال واقفه بره. يا سعاده الباشا يا سعاده الباشا انا عارف انك قارش ملحيتي عشان كنت عاوز اتجوز الست جمالات، لكن خلاص صرفت نظر. خلاص بقى العفو والسماح يا حكومة. انت لو فتحت بقك تاني من غير ما اقولك انا هقطع لك لسانك. مين اللي دافع لكم يا ابني انت وهو؟ المعلم سلومه باشا، جالنا فم الخليج ودفع لكل واحد 100 جنيه، وقال لنا عايزكم في مصلحه، وخدنا بعد نص الليل ورانا محل مقفول، وقال لنا يولع الصبح. انتوا تعرفوا سلومه قبل كده؟ ايوه احنا شغالين شايلين في المذبح وبنحمل له اللحمه اللي بياخدها، وقال لنا ان هو عايز يتجوز الست اللي في المحل دي ومحدش يأذيها، هو بس عايز يعرفها ويفهمها انها لازم يبقى معاها راجل. خد العيال دول بره. يا باشا انا ما اعرفش العيال الصيح دول يا سعاده الباشا. دي القضيه متلفقاني. انا مش هتكلم الا قدام المحامي بتاعي. وانت عندك محامي بقى ان شاء الله؟ لا بس مش هتكلم الا قدام المحامي بتاعي حقي. هم دي بنت ست انتصار لسه راجعه من بره مصر. هو ده بقى ابراهيم. مساء الخير. انا مش عارفه اشكر حضرتك ازاي يا استاذ ابراهيم. ميرسي بجد. تشكرين على ايه؟ ده ست يعني ست انتصار دي غاليه علينا. بعدين بقى بعدين الكلام ده. يلا يا نجوان يلا يلا يلا, يلا يا سوك يلا يا ابراهيم يلا بسرعه. اه يلا يا فاطمه يلا يا فاطمه. الف سلامه على الست الوالده. الله يسلمك. نجوان مش كده؟ ايوه. يلا يا فاطمه بالراحه يا فاطمه.
بالراحة. منورة نجوان. ألو. مساء الخير. مساء النور يا علاء. حضرتك عندك استدعاء للحضور في اسم شرطة مصر القديمة حالا. استدعاء ايه؟ في ايه يا علاء؟ انا عملت ايه؟ الله ايه مالك مالك خفت كده ليه؟ والاسم بيخوف قوي كده؟ وبعدين يعني ده انت هتتجوزي ظابط. في ايه يا علاء ما تفهمني؟ احنا قبضنا على الحيوان اللي اسمه سلومه ده، والعيال اللي حرقوا المحل اعترفوا عليه. عايزك تيجي تعدي عليا في القسم عشان اوريهولك وهو مرمي زي الكلب في الحجز. بعدين نقفل المحضر ونحوله على النيابه. طيب طيب مش مهم، خلاص مش مهم. وايه ده اللي مش مهم؟ مش مهم، انا مش عايز اعمل محضر ولا حاجه، خلاص انا متنازله عن حقي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه تتنازلي عن حقك بعد ما جبتهولك؟ هو في ايه؟ انت تصرفاتك غريبه ليه؟ علاء انا ضيفه هنا عند كوريا قريبتي يعني، وما بقاليش كتير، فانا مش عايز اعمل مشاكل مع حد ولا عايز اعمل مشاكل لحد. خلاص انت ماشي سلوكه ده وانا خلاص مسامحك. يا ست اعملي مشاكل براحتك وخدي حقك، وانا موجوده عشان احميكي. امال ايه لازمتي ايه؟ بقول لك مش عايزه، يعني مش عايزه يا علاء. في ايه؟ هو بالعافيه؟ خلاص ماشي الراجل ده من عندك وخلينا نخلص من الحوار ده. طب خلاص خلاص، طيب اهدي اهدي خلاص. انا اسفه يا علاء معلش، بس انا عديت بمشاكل كتيره قوي في حياتي، وكنت متخيله الحياه هنا يعني هتبقى اسهل، بس ما طلعتش كده. ما تزعلش مني معلش، حقك عليا. خلاص يا ست انا مش زعلان، هعمل لك اللي انت عايزاه، بس بشرط. بشرط ايه؟ اشوفك النهارده بعد ما اخلص شغل ونروح مشوار سوا. مشوار فين يعني؟ اعمل لك مفاجاه. لا مفاجاه ايه؟ ما تخلصني يا علاء. خلاص انا هكلمك قبل ما اعد عليك بنص ساعه عشان تلحقي تلبسي، وبعدين حاجه اختك. طيب يلا ماشي. انا مش عارفه اشكرك ازاي والله يا استاذ ابراهيم، اصل تعبناك معانا، بس انت شايف فصيله دم ماما نادره جدا ومش لاقيين حد يتبرع لها خالص. لا ما تقوليش كده ابدا، ربنا يقومها لك بالسلامه. الله يخليك. بس انت اسمك حلو على فكره، نجوان. مرسي. هو ده اسمك الحقيقي ولا الدلع؟ اصل الاسم ده مش بيتكرر كتير. لا يا سيدي ده الاسم الحقيقي. بس انت شكلك كده ما بقالكيش كتير بره مصر. شكلي كده ازاي يعني؟ انا مش فاهم. لا انا قصدي يعني بتتكلمي عربي كويس. ايوه اصل انا ما قعدتش بره مصر كتير. انت تعرفي واحده اسمها هايدي ابو طالب وواحد اسمه مروان ابو عرب؟ ايه؟ هايدي ابو طالب ومروان ابو عرب. انت هتعرفهم منين اصلا؟ اعرفهم منين؟ نهار اسود، اعرفهم منين؟ دول حبايبي. حبايبك؟ او ربنا حبايبي. منوره مصر يا نجوان. هو احنا رايحين على فين؟ عامل لك مفاجاه. عامة خلاص احنا قربنا نوصل. مالك ساكتة ليه؟ لا مفيش مفيش خالص. طب ما بتتكلميش ليه يعني؟ ما هتكلم اقول ايه؟ اي حاجة. احنا من ساعة ما خرجنا وانت ساكتة، وبعدين كل ما اكلمك ترد على قد الكلام. ما انا بتكلم اهو. تعالي على بيت اتفضل. اتفضلي. احنا فين؟ المفاجأة اللي قلتلك عليها. تعالي بس تعالي يلا يلا. ازيك يا عم سالم؟ تعالي ما تخافيش. لا يا علاء انا مش هدخل قبل ما تفهمني احنا فين. حاضر يا ستي هقول لك. انا ساكن في العماره دي، انا ووالدتي، الدور الثالث الشقه اللي قدام الاسانسير، وهي عزماكي على العشاء وعايزه تتعرف عليك. عشاء ايه بس؟ هي بصراحه قالت لي غدا، بس انا قلت لها ان انا هتاخر في الشغل، فاتفقنا نتعشى وهبقى انزل اوصلك. انا مش عارف مش عارف يا علاء معلش، انا لازم اروح. تعالى روحني البيت. هو في ايه؟ بقول لك ماما عزمانة على العشاء، بعدين دي قاعده بتعمل في الاكل من الصبح، وانا اكيد يعني مش بضحك عليك، بعدين ممكن اخليها تنزل تستقبلك بنفسها. لا تنزل ايه، انا عايزه اروح. بقول لك ايه، انا كده ما عدتش فاهم حاجه، وانا كل ما اقول لك على حاجه تقولي لي لا، اقول لك تعالي الاسم شوفي المسجلين تقولي لا، تعالي عشان نقفل المحضر تقولي لي لا. عرضت عليك الجواز وعمال تتوهي في الموضوع، سألتك مرة واثنين وثلاثة، في الآخر اللي بتقوليه لسه ما فكرتش.
دلوقتي بقول لك هنزل والدتي تستقبلك بنفسها برضه. لا هو في ايه؟ انا مش منقول من هنا غير لما افهم في ايه. مش هينفع يا علاء، والله ما هينفع عشان خاطري، والله العظيم مش هينفع. ممكن لو سمحت تبطل عياط وتفهميني في ايه؟ وانا بقولك انا عدوك، انا بقولك انا بحبك، كل عايز افهمه مالك فيكي ايه. انا احكي لك على كل حاجه، ينفع بس نمشي من هنا دلوقتي ونقعد في اي حته؟ حاضر اتفضلي. انا احكي لك على كل حاجه، بس في حاجه مهمه لازم تعرفها الاول. انا بحبك يا علاء، انا هجاوبك على كل الاسئله اللي في دماغك او اللي ممكن تيجي في دماغك. انا ما اسميش جمالات وما بقاش قريبه كوريا، وكل المعلومات اللي تعرفها عني غلط. وانا انت مين؟ انا هايدي. ممكن افهم بقى ايه الحكايه بالظبط؟ انا هحكي لك على كل حاجه، بس في حاجة مهمة لازم تعرفها الأول. أنا بحبك يا علاء، أنا هجاوبك على كل الأسئلة اللي في دماغك أو اللي ممكن تيجي في دماغك. أنا ما اسميش جمالات وما بقاش قريبة كوريا، وكل المعلومات اللي تعرفها عني غلط. وأنا أنت مين؟ أنا هايدي، هايدي أبو طالب. نصابة؟ لا يا حضرة الضابط، مش النصابة، أنا هايدي أبو طالب، البزنس وومن المحترمة، صاحبة واحدة من أكبر شركات السياحة في مصر. أنا هايدي اللي غلطت غلطة واحدة بس في حياتها، إنها حبت راجل وأمنت له ودت له كل حاجة، قلبها وعقلها وفلوسها، فضحك عليها وخد قرض باسمها وخانها مع أقرب صاحبة ليها وسابها وسافر. أنا عارفة إن الناس بتقول عليا نصاب وحرامية كمان، وعارفة إن البوليس بتدور عليا، بس دي مش الحقيقة. الحقيقة إن أنا ضحية، خسرت كل حاجة مرة واحدة، بيتي وفلوسي وحياتي وصاحبتي وأكتر راجل حبيته في عمري، ولقيت نفسي مجرمة وهربانة من العدالة. طب لما أنا نصابة ما سألتش نفسك أنا بعمل كده ليه؟ مجنونة يعني؟ إيه اللي يخليني أسيب كل حاجة واستخبى في حتة زي بطن البقرة، وأسيب اللي يسوى واللي ما يسواش يتحكم فيا؟ ما كنت سافرت معاهم، كنت أخدت الفلوس ورحت صرفتها في أي حتة في العالم. أنت مش ضابط؟ مش بتشك؟ مش بتحلل؟ قولي بقى، من ساعة ما عرفتني شكيت ان انا نصابة؟ طب لما انا نصابة حبتني ليه؟ انا بسألك، قولي انت شايفني نصابة؟ بسألك يا علاء، جاوبني، انت مصدقني ولا لا؟ مش مهم اكون مصدقك او لا، لان حتى لو مصدقك انا بشتغل ضابط مباحث، مفيش حاجة قدامي أعملها دلوقتي غير إن أقبض عليك. يعني إيه تقبض عليا؟ يعني أنا بقول لك كل اللي بقوله لك ده عشان تقولي أقبض عليكي؟ طب لما أنا نصابة ما طلعتش معاك ليه عند مامتك واتجوزنا على إني جمالات؟ أو ضحكت عليك وقلت لك مفيش نصيب ومشيت؟ أنا بحكي لك كل اللي بحكيه لك ده باعتبارك الراجل اللي أنا حبيته، مش باعتبارك ضابط المباحث. أنا من ساعة المشكلة اللي حصلت لي ما اطمنتش لحد غيرك ولا وثقت في حد غيرك. أنت الوحيد اللي أنا حسيت إن هو ممكن يقف جنبي ويساعدني، تقوم تقولي أقبض عليكي؟ أم الوحش قفش الواد من وراكو؟ والأميرة المسحورة واقفة فين؟ هناك على اليمة التانية، رقماهم بس عاملة من بنها. بس بعد كده بقى إيه؟ الأمير صعب عليها، قامت نطت من فوق الصدرة وقامت عكشة الوحش من قفاه، وبعد كده قامت قرماه من ودانه. قام الوحش ساب الأمير من سنانه، قامت هي واخداه وطلعوا يجروا، وراحوا اتجوزوا بقى، عملوا فرح 7 ليالي، مش زي عندنا هنا ساعة ولا ساعتين وقلبة وقمة. بس يا ستي، وتوتة توتة فرغت الحدوتة، حلوة ولا ملتوتة؟ ملتوتة وتقرف وكل حاجة. يوب اما تشو ليه قلبة صحيح؟ طب انزلي من على وداني بقى خد، خليني اشوف النصيب اللي انا فيه. يا فين ست زفتها جولي دي كمان؟
خال. بقول لك ايه دلوقتي، المدعوه اللي انت رميتها لي دي، ايوه ست زفت هاني، خرجت من الصبح ما اعرفش عنها حاجه، وعماله بحاول اوصل لها ومش عارفه اكلمها. اتصلت بيها لغايه دلوقتي جه 15 مره، عماله تكلسني تكلسني تكلسني، وفي الاخر اداني غير متاح. لا ما انا بقول لك ليه، عشان ابقى خليت مسؤوليتي، ما انا اصلي ما خلفتهاش ونسيتها عشان ابقى متوجهش عليها كده. ماشي يا خال، خليك وراها وانا وراها، واللي فينا يوصل لي يكلم التاني. سلام. عاجبك كده خالتي؟ يعني فريد دلوقتي جرالها حاجه كده ولا كده؟ مش واجب برضك تكلمني طمني؟ الحكايه ناقصه وجع قلب. معلش يا حبيبتي ما تخافيش، اللي ربنا معاه مش هيجرى له حاجه ابدا. انا مش هقبض عليك، بس انت لازم تسلمي نفسك ودلوقتي حالا، لان ده هيكون مفيد ليكي جدا في القضيه. وانا بقولها لك تاني اهو، انا لسه بحبك، هفضل جنبك لغايه ما تاخدي البراءه، واول ما تطلعي هتجوزك. انت ليه مش عايز تفهمني؟ ليه مصر تقف ضدي؟ طب لو انا كنت عايزه اسلم نفسي ليه عملت كل ده؟ ليه غيرت اسمي وليه رضيت بالبهدله في الحاره؟ انا مش حامل ان انا اقعد يوم واحد في الحبس، انا مظلومه وما استاهلش كل اللي بيحصل لي ده. انت فاهم ده ولا لا؟ حاسس بيا ولا لا؟ فاهم وحاسس، بس انا كمان وضعي صعب، مش هقدر اخالف ضميري. احنا هنطلع من هنا على الاسم عندي، هعمل لك محضر انك جيتي وسلمت نفسك، وانا هتابع بنفسي كل حاجه عشان اضمن انك ما تتبهدليش في اي حته هتروحيها لغايه ما تاخدي البراءه ان شاء الله. لو سمحت الحساب. يعني ده اخر كلام عندك؟ لا مش اخر كلام عندي، اخر كلام عندي ان حبيتك بجد، بغض النظر بقى انت مين او اسمك ايه او ساكنه فين، ان في حاجه جوايا بتقولي انك ما بتكدبيش عليا. يلا بينا. مالك في، انت كويسه؟ انا كويسه، انا تمام. طب احنا برضو في طريقنا نعدي على المستشفى نطمن عليك، يعني مش هضمن بعد كده موضوع المستشفى ده. حضرتك جوزها؟ لا. اه
طب حضرتك استنى هنا لحد ما الدكتور يكشف عليه. ها نجم، قولي بقى، تحب تشتغل معانا يوماتي ولا تجيلنا يومين ثلاثة في الأسبوع؟ يوماتي؟ ده أنا أجيلك الأسبوع كله والشهر كله والظهر كمان كله، أنت تأمرني يا باشا، ولو جات لي أي مصلحة هلغيها. ما شاء الله عليك. طيب قولي بقى، بالنسبة للاتفاقيات والماديات ولازم منه، نظامها إيه؟ لا الاتفاقيات يعني قصدك على الفلوس؟ آه مع المجنجر. بسم الله عليك. ربنا يخليك، المجنجر دي الحاجة يعني بتاعتي. الحاجة؟ أيوة الحاجة مجنجر، أمي هي اللي هتمسك كل حاجة وكل، أقول لك حاجة، هي اللي موضبة البدلة دي، ودي المجنجر يعني قلبي وروحي، ودي اللي تتفق معاها في أي ماديات. أما أنت بقى يا ناني طلعت إيه؟ اكتشاف، وسكة كان إيه؟ مدلعك على الآخر ولايق عليكي جدا، بسم الله ما شاء الله من الآخر كده أنت دوت وآخر حاجة وآخر حلاوة. يا اخويا الهي يكبر بخاطرك انت وسوكا، هو في ناس جدعان كده؟ انا شكلي بنت حلال وربنا هيعوض. طبعا والله انت بنت حلال واجدع بنت قابلتها في حياتي، من الاخر كده قلبك ابيض وبعون الله بعون الله هتبقي نجمة مصر كلها. والله بقول لكم ايه، اتكل انا على الله عشان امي ما بتعرفش تنام الا لما بروح. تمر باي حاجه؟ سلام يا سوق. تمر باي حاجه ست الكل؟ نجمه مصر ان شاء الله. ان شاء الله. تمر باي حاجه؟ تمر باي امر انا اخوات. ربنا يخليك يا حبيبي. سلام على الحاجه. معاك فلوس تروح؟ معايا يا حبيبي. ماشي سلام عليكم. الله اكبر عليكي، ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ كنت مستخبيه عننا فين يا قمر؟ مع سلومه الجزار يا مدير. سلومه مين؟ لا ده حوار طويل بقى قوي يطول شرحه، هبقى احكولك بعدين يا مدير. لا مدير مين بقى؟ مدير مين يا عسل؟ ده ابن الاداره كلها. على فكره تقدري تندهي لي هنا تقولي لي يا عزوز، ويا ريت يبقى احسن لو قلت لي يا زيزو يا زيزو. ماشي يا زيزو. الحقنه دي هتظبط الضغط، وهنعمل شويه تحاليل كده علشان نطمن، بس لازم تاكلي حاجه ونامي شويه. شكرا قوي يا دكتور. شكرا. لا. انا عايز اطلب منك طلب. اتفضل. شايفه الراجل اللي بره ده؟ ده خطيبي، انا معاه هنا من ورا اهلي، بقاله 3 ساعات عمال يضرب فيا في العربيه تحت. يا نهار ابيض. اسمعيني، انا عايزاك تخرجيني من هنا باي شكل من غير ما ياخد باله. عايزه اروح لاهلي، عايزاهم يعملوا محاضره عشان يخلصوني منه. بس هتخرجي من وراه ازاي؟ انا هقول لك. استنى خدي دول. لا والله ما اخد حاجه، احنا ولايا زي بعض. ربنا يخليكي. طب اسمعي انا هقول لك ازاي. ممكن ادخل لها؟ حضرتك دفعت؟ لا لسه. طيب هي هتفضل ساعة تحت الملاحظة وبعدين هنعمل لها تحاليل، لازم حضرتك تدفع دلوقتي وتجيب لي الإيصال بتاع الدفع. طب اطمن عليها الأول، واحنا هنطير؟ اتفضل حضرتك اطمن عليها، أنا آسف دي التعليمات. الخزنة فين؟ تحت جنب السلم على ايدك اليمين. يلا. هو مشي؟ ايوه يلا. امشي على طول هتلاقي سلم ينزلك على الباب الوراني. انا مش هقولك زي ما قلت لسوكا وشوفوا وقتك وكده، لا انت بتاعت انا وطلع معايا السلم من اوله، سيبي لي نفسك كده خالص،
انا بعون الله هخليكي نجمه مصر الاولى باذن واحد احد. بس ما تقطعيش. شوفي بقى، عايزك تسيبك من البنسيون اللي انت قاعده فيه ده. انا عايز ان شاء الله كده اخد لك شقه صغننه ومحندقه بفرشاها ولوازمها، تبقى جنب المحل تقعدي فيها وتبقي بتاعتي. نعم تبقي بتاعت المحل يعني قصدي. تعود تعالى يا ابني وصل ستك ناني وقفلها تاكسي ليموزين خمسه راكب. وماله؟ اتفضلي يا عمر. ست ناني تؤمر واحنا ننفذ. جرايه بيتنا نوال. ايه العباره؟ بيت يا نوال. انت هتمثلي بروح امك ولا نسيتي نفسك ولا ايه؟ انت ناسيه مين اللي جايبك هنا؟ الله جرايه طاعون، انت اول مره يا اخويا تلغيني باللغه دي. وطي صوتك يا بت، عزوز المعفن عمال ينطق فيك لفوق لفوق لما دماغك هتخبط في السقف، واحنا بيخفس بينا الارض، وشويه ناني وشويه ست ناني، هي ايه؟ ايه تكره لي الخير يا اخويا؟ لا يا دنيا ما اكرهش الخير لحد، بس احبه لنفسي قبل اي حد. انا جايبك هنا عشان تاكليني الشهد، تقومي تروحي مع عزوز والبس انا واكل على قفايا. امسي. عايز ايه دلوقتي يا طاعون؟ فيها لخ فيها يا نوال، ربع اللي داخلك بتاعي، والا ورحمه امي اللي موع على شكلها. زي ما جبتك دنيا الليل والفلوس ارجعك تاني اسفل السافلين. ربعه. يلا يا ست ناني. الو. ايوه يا كوريا. الساعه كام في ايدك يا ست هاني؟ اسمعيني اسمعيني يا كوريا، علاء عرف كل حاجه عني. يا نهار كسوده منيل، وانا مش عارف ارجع الحاره عشان هو عايز يقبض عليا. طب هو عرف ازاي موكوس؟ بعدين هبقى اقول لك بعدين. انا دلوقتي في شارع اسمه شارع بيروت في مصر الجديده، مش عارفه اتصرف ازاي ولا عارفه اروح فين، وهو عمال يتصل بيا طول الوقت، فانا لازم اقفل الموبايل. طب 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 بقول لك ايه، عارفه جامع مصطفى محمود؟ روح اقفي هناك، اقفي قدام باب الجامع واقفلي تليفونك واستنيني هناك. انا هكلم خالي ونجيلك على طول ناخدك على اي حته. بقول لك ايه، خلي بالك من نفسك يا بت، ما تخافيش يا جولي انا جايلك على طول، مسافه السك. سلام. ميرسي يا انا مش عارفه اشكرك ازاي. تشكريني ليه بس؟ دي حاجه انتصار زي امي. تسلمي يا بنتي، ربنا يكرمك دنيا واخره. بس ما تنسوش بقى مواعيد الغسيل بتاعتها علشان ما تتعبش تاني. لا خلاص انا قاعده معاها على طول، وانا اللي هبقى متابعاها معاكي. انا هروح اشوف الدكتور كتب لك على خروج ولا لسه. انا اذنك. اتفضلي يا حبيبتي. ازيك يا هاجر؟ ازيك يا ابراهيم؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا حاجه؟ اهلا يا ابني. والله والله انا مزوغ من الشغل مخصوص عشان اجي اطمن على الست اللي دمي بيجري جواها دي. وحيا ابني ربنا يكرمك يقعدوا لك في ميزان حسناتك. يا سلام يا حاجه، ايه الدعوه الحلوه دي؟ على فكره يا ابراهيم، اللي انت عملته في ماما ده انا عمري ما هنساه. اصلك ما تعرفش غلاوتها عندي، ده انت كانك رديت فيا الروح. طب شكلها تعبان عايز ينام، ما تيجي نطلع بره ونتكلم. ايه ده ده يا كوري، واخده فيش كده ورا على فين؟ حوار ده واحد جامعه الدول وجاي على طول. جامعه الدول العربيه فين؟ حوار كده سوكا برسيك فيه بعدين. بقول لك ما تفهميني دلوقتي يا كوري. يو يا سوكا قلت لك مش وقته. انت بجد انسان جدع يا ابراهيم، اللي انت عملته مع ماما ده مش ممكن اي حد تاني يعمله الا لو كان جواه بني ادم شهم زيك. انا اصلي بحب الناس قوي يا نجوان بجد والله، اهلي ربوني على كده. عارفه لو دي اخر نقطه دم عندي كنت اديتها للي محتاجها، ان شاء الله اموت بعد الشر عنك. بس انت ما قلتليش عرفت هايدي مروان منين؟ ابدا يا ست، انا قاعد في امان الله لقيت ربنا رمى الموضوع ده في حجري، قلت يبقى اكيد له حكمه. ازاي مش فاهم؟ انا هقول لك، انا فجاه لقيت كوريا اللي انا كنت خاطبها بتعرفني على بنت خالتها جمالات. كوريا؟ هو انت خطيبتك اسمها كوريا؟ اللي كانت لمؤاخذه، لكن انا دلوقتي حر نفسي، لا حد ليه عندي ولا ليه عند حد. طيب وبعدين؟ وبعدين يا ست طلعت جمالات دي هي هايدا ابو طالب، وجايه تستخبى عند كوريا، وسمعت ان انت كنت شغاله معاها. اه اصل انا كنت سكرتيره بتاعتها. بس خلاص الموضوع ده انتهى. لا حول الله يا رب، انتهى كل الكلام ده انتهى. بس انت تلاقيكي برضه مأمنة نفسك ومحوشة لك قرشين من المرتب وكده، أكيد يعني. يا ريت. بس أنا يعني لما مؤاخذة مش فاهم، أنت ليه رامي أمك في مستشفى حكومة كده؟ وكمان مش قادرة تجيبي لها كيس دم من 400 جنيه. هو أنت فاكر يا إبراهيم لو أنا كان معايا فلوس كنت هستخسر في ماما حاجة؟ أنت لسه ما تعرفنيش. ولسه ما تعرفش غلاوة ماما دي عندي قد إيه. أنا لو ينفع أصرف عليها فلوس الدنيا دي كلها وما أشوفهاش مرمية كده عمري ما هستخسر. شوف إزاي؟ انت بنت حلال يا نجوان على فكرة، مش كده ربنا هيديك على قد نيتك. يا
شكرا يا بلدينا. دي الهبل اللي ملك جبل. قلت لك الضابط ده بعيدي عنه، قلت لك هيودينا في 60 داهيه، لكن ازاي الهانم مشدوده وراه كده وبالمغمطيس لغايه ما كفاها على وشها وهيجرنا كلنا وراها. بس هو قال انه بيحبني وانه هيقف جنبي، وقال لي كمان انا لو سلمت نفسي مش هيسيبني، بس انا اللي خفت وجريت. يا بنت يا بنت، حب ايه اللي بتتكلمي عنه ده؟ ده ضابط. عارفه يعني ايه ضابط؟ يعني ساعه الجد هو اول واحد هيحط في ايدك الكلابوش. بص فيه مالك، اسكتي شويه، مالك بترعبيها كده ليه؟ احنا دولك عايزين نشوف مطرح عشان نتويها فيه. الفاس وقعت في الراس خلاص. ايوه صح، نشوف لها مطرح جديد. واقول لك على حاجه، نشوف لنا احنا بقى ميكروباص يلمنا كلنا كده برابطه المعلم ويطلع بينا على السجن. اه ما هم بعد ما هنشوف لها مطرح هيجوا احنا يقولوا لنا ايه؟ يقولوا لنا كنتوا متسطرين على واحده مجرم. خلاص انا اسفه، انا عارفه ان انا عملت لكم مشاكل وجع دماغ، بس اعمل ايه؟ ايوه اجي اللي بناخده. انا اسفه انا عملت لكم مشاكل، انا اروح اسلم نفسي. واحنا طبعا كروديات نمايلين. لا ازاي، يلا نشوف لها مطرح جديد ونلبس احنا. بطلي بقى بطلي بقى، المقلب الترابيزه على دماغي ما تولع فيها بالمره احسن. طب ثلاثه بالله العظيم، ما انا جاي من هنا الا ما اطمن لك على مكان امين تنامي فيه. لا خلاص انا مش عايزه اتعبكم معايا اكتر من كده، انا هكلم بابي ودينا وهم هيلاقوا لي حل. طب خلاص خلاص ما تزعليش، مش لازم يعني بابي ودينا. واحنا رحنا فين؟ احنا هنشوف لك حل ان شاء الله. انت مش فاهمه انا استريحت لك ازاي يا نجوان. انا كمان استريحت لك على فكره. انا عمري ما بعيط قدام حد غريب في حياتي ابدا، والنهارده عيطت قدامك كتير. ده انا مستغربه نفسي. بس ما تقوليش غريب. غريب ازاي؟ ده انا دمي بيجري جوه الست الوالده، يعني بيربطنا دم. كلامك صح، احنا كده كاننا قرايب. بقول لكم ايه، الدكتور كتب للحاجه على خروج، انزلوا بقى ادفعوا الفلوس في الحسابات. كتر خيرك يا هاجر. فيك الخير يا ابله. على ايه بس؟ بس انا مش عاجبني رميه الست الوالده كده، احنا لازم نشوف لها حد يتبرع لها بكليته بدل ما احنا كل يوم بنشوفها بتموت. بعد الشر والنبي يا ابراهيم ما تقولش بتموت. بس هو يعني اللي هيتبرع لها بالكليه بتاعته ده محتاج له مبلغ كبير، وانا مش عارفه هجيبه لها منين. لقيتها. لقيتيه؟ البت هاجر الممرضه، الواد سوكا بيحبها. وهاجر دي عايزينها منها مكروكرون ولا ايه؟ احنا عايزين التاول هانم. يا خال البت دي انا اعتبر مديناها، لان انا اللي نزلتها الشغل لما كان اخوها حابسها. ما فيهاش حاجه يعني اما التاول جول يومين عبال ما نشوف لنا صرف. يعني انت تعرفيها كويس واثقه فيها يعني؟ وانا اعرفها مش قوي يعني، بس اعرفها. وبعدين ادام الواد سوكا بيحبها يبقى كده البت دي جدع. طب افرضي مثلا اللي اسمها هاجر دي رفضت، ولا سوكا كمان رفض، يبقى ايه الكلام وقتيها؟ يا خال يا خال، ده سوكا، سوكا صاحب صاحبه وعمره ما يسيب حد في دقيقه ابدا. بقول لك ايه، سيب لنا موضوع سوكا ده، انا هتصل بيه دلوقتي واقول له يقابلنا في الطريق. وبعدين هو الوحيد اللي هتلاقيه عارف البت دي زمانها في المستشفى ولا في بيتها. قال سوكا يسيب حد في زنقه، قال كله الا سوكا. يا خال ماشي، بتقول نازله على السلم خلاص اهي. مع احترامي للست الهانم ديت بقى كوريا، انا مش عايز هاجر تخش في الحوارات ديت. خلاص يا سوكا خلاص، لو انتوا لو انا هضايقكم انا خلاص مش عايزه. هو ايه اللي خلاص ومش خلاص؟ ما تبطلي سهوكه اللي انت فيها دي، قلت لك 100 مره خلاص خلصنا. انا خلاص اتفقت مع البت ورستها على كل حاجه، وهي قالت لي انها تقول لاخوها انك بت زميلتها ومختربه ومش لاقيه مكان تقعدي فيه. وبعدين هم كلهم يومين مش حوار يعني. وبعدين ده انا بديناه. انت هتفضحيها يا كوريا ولا ايه؟ خلاص يا بنت الناس، وانت يا سوكا طالما عملت خير هتلاقي خير ان شاء الله. نجوان. ابراهيم. القهوه يا دكتور نادر. ايه ده، انت اللي جايبه القهوه بنفسك يا رجاء؟ هو انا عندي اغلى ولا اعز منك؟ لا بس الكلام ده ليه معنى كبير قوي بقى. ايه هو بقى؟ معناه يا ستي ان رجوة حبيبتي اختي الجميله سامحتني ومش زعلانه مني. يا حبيبي، هو انا عندي اعز ولا اغلى منك؟ انت اخويا وحبيبي وكل حاجه ليا في الدنيا. يا نادر انت مش متخيل انا فرحانه قد ايه، انت رجعت ليا ولشغلك ولبيتك وللحياه كلها. انا بس يا حبيبي اللي خايفه تكون زعلان مني. يا ريت يا حبيبي كانت ايدي اتقطعت ولا اتمدت عليك. رجاء بعد الشر على ايدك. وعلى فكره بقى الالم اللي انا اخدته ده كان مهم جدا بالنسبه لي، بس اياكي تستحليها. لا. مساء الخير.
ساره انت لو ما نطقتيش يا وليه انت انا هحبس المنطقه باللي فيها وهقفلها لكم برضه لغايه ما اوصل لها. يا سعاده الباشا والله ما اعرف حاجه. وبعدين انت ماسك في قفايا انا بالتحديد ليه؟ ما المنطقه كلها قدامك ايه، ولا عشان ست غلبانه ومنكسره يعني؟ يا سعاده الباشا الاخت جمالات اخت فاضله ولما نرى منها سوء، ايه حكايتها مع الشرطه؟ مالكش انت دعوه يا عم الشيخ. بنت كوريا فين؟ مين نجت ايه؟ اهي بنت كوريا. واد يا سوكا اخس عليك يا ولا بقى، تاخد كوريا يا واد وتسيب امك. حقك عليا يا ام، حقك عليا. مره الجايه اخدك معايا انت وقال الحاره وعلاء باشا كمان. ايه يا ام سوكا استقطر علينا نقعد مع النجم يوم واحد ولا ايه؟ ما كل يوم قاعد معاك وبيغني لي كل ليله. اه يا ام سوكا تعالي تعالي. انا باشا بنت هايدي فين؟ هايدي؟ هايدي ده يا باشا ده نوع لبان ده ولا ايه؟ انت هتستقبلي يا بت؟ جمالات فين؟ اه جمالات ونبي ما اعرف يا باشا، بكلمها من الساعه 8 كده وهي ما بتردش. ده انا حتى فكرتها خرجت معاك، ما هي ما كانتش بتتكلم مع حد الا سيادتك. لو ما كانتش معاك يعني تبقى فوق. مفيش حد فوق غير الست المجنونه اللي عماله تصوت دي. سدس سبتيها لوحديها؟ قلت لك ما تسيبهاش لوحديها، ممكن تحط ايديها في الغساله وتتكهرب. يو يو وانا اعمل ايه برضو يا خال؟ ما انا برضك لازم اخرج افك عن نفسي شويه. وانا يعني ايه كنت وليت ابراها بنت؟ انتي انا هوديكي في 60 داهيه، انت كنت متسطره على واحده هربانه. ظهر اسود هربانه ونبقى ما اعرف يا باشا. انا كل اللي اعرفه انها بنت محترمه وبنت ناس، هي يكش بس يعني متخانقه مع جوزها شويه، عشان كده احنا مكمرينها عندنا لحد ما يستلحوا. ولو كنت يعني قايله في الحاره انها قريبتي ده عشان محدش يضايقها يعني وكده. انت عارف يبقى تيجي معايا الحبسه بقى لغايه ما تفتكري هي فين وتجيبها لي من تحت الارض. طب صلي على النبي يا باشا، صلي على النبي بس كده. اسمع هقول بص بقى يا باشا، لو انت شايف ان انا متسطره عليها يبقى احنا الاثنين بقى كنا متسطرين مع بعض. ليه بقى؟ اظن الحركه كلها شاهده. ده انت كنت خارج داخل من عنديها ولا مؤاخذه في بينكم سر؟ هي كانت بتكلم مع حد اللي معاك؟ لا ده انت تيجي معايا الحبس من دلوقتي. صلي على النبي يا باشا، صلي على النبي. كل ما تقصدش يعني بتفضفض بكلمتين، امال في ما انت بقى يا اللي مستهبل لي فيها وعامل لي فيها عبيط. كوريا لو ما جيتش من نفسك كده وقلت لي هي فين انا هحبسكوا كلكم وبخليها بقى تنفعك. انا مالي يا باشا، انا السواق وخلاص. اتلم بقى اتلم على طريق لا اله الا الله. ولا يا سوكا ولا هي البت جمالات نصابه وحراميه وسوابق؟ انت هتوديني بدايه نعرف؟ ارفع ايدك فوق يا ام، امشي قدام، ارفع ايدك امشي. ولا امشي. ساره انت مجنونه صح؟ شكلك بقى بني ادم. وانا كان شكلي ايه قبل كده؟ ما كنتش حاجه خالص. بس على فكره لياقتك النفسيه عاليه، تعرف تتحول 180 درجه في مفيش. تقدري تقولي كده انا كنت واخد اجازه من نفسي ورجعت؟ بس احنا ما اتفقناش على كده. اتفقنا على ايه؟ اتفقنا ان احنا هنبعد بس هنسيب لبعض حاجات كويسه، وانت ما سبتليش اي حاجه. ولا انت؟ انت اللي اختفيت. انت عايزه ايه دلوقتي؟ عاوزاني يا نادر. طب ما انت مع نفسك. انا مش هنا يا نادر خالص، انا كمان محتاجه اخلص الاجازه بتاعتي وارجع بني ادمه طبيعيه، محتاجه ارجع لنفسي. بس انا مشواري اطول منك بكتير. ساره انت عايزه تتعالجي بجد؟ بس خايفه، خايفه اعمل ده وانا لوحدي. انت مش لوحدك، انا جنبك وهفضل جنبك وهاخدك من ايدك واوصلك لحد نفسك وهتشوفي نفسك اجمل بكتير من دلوقتي. مش هتسيبني وتمشي زي المره اللي فاتت؟ أنا مسبتكيش، أنا استنيتك وانت جيتي. وصار أننا مش هنتجوز، تبقى زوج ما بيحصلش كتير على فكرة. روحي جهزي شنطتك واتصلي بأهلك وشوفي هتقولي لهم انت هتقعدي فين، وأنا هعدي عليك في البيت بكرة الصبح. انت عارف هتوحشني قوي الأيام اللي كنت شبهي فيها. وانت عارفة هتوحشيني جدا لحد ما تبقي شبهي زي ما انا دلوقتي. لا 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 احكيلي بقى الوش ده، ده انا واخدالك اجازه يومين وقاعدين في وش بعض. احكيلي بقى ايه اللي مضايقك؟ فضفضي وخرجي اللي جواكي، سرك في بير ما تقلقيش. احكي. علاء صعبان عليا. علاء مين؟ الظابط؟ بهدلته معايا، سبته لحد ما حبني وبعدين حطيته في اصعب موقف، خليته يختار ما بين حبه وشغله، ولما اختار شغله زعلت منه. فكري في نفسك دلوقتي وهتطلعي من اللي انت فيه ازاي، وهو لو بيحبك هيستناكي.
خدي غيري هدومك كده وريحي نفسك، انت شكلك تعبان قوي. مكسوفه مني اودي وشي الناحيه الثانيه عشان تغيري؟ لا مش مكسوفه، مستغربه ايه اللي يخليكي تستقبليني في بيتك مع انك عارفه ان وجودي عندك خطر عليك. والله انا نفسي معرفش، يمكن عشان انت من ناحيه سوكا. اذا كان سوكا نفسه مش موافق وكان نفسه انك تقولي لا، بس بصراحه لما كوري حكيت لي حكايتك صعبتي عليا وعرفت قد ايه انت مظلومه، وبعدين قلت مش هبقى انا والدنيا عليكي. بجد الواحد بيكتشف معادن الناس وقت الشده. قد ايه كان في ناس قريبين مني وباعوني من غير اي سبب، ناس معرفهمش وقفوا جنبي. يعني انتي كوريا وشكري وسوكا وقفتوا جنبي بدون اي تمن، عنك ممكن تسيبوني في الشارع او يتقبض علي عادي. ياما هتقابلي ناس يا هايدي، المهم اللي اشتروكي اوعي تفرطي فيهم، لان مفيش عيب اكتر من انك تبقي محتاجه حد ويبيعك. بقولك يا نوال، كنت عاوز اتكلم معاكي في موضوع كده. اسمي ست ناني. ماشي يا ست ناني، كنت عاوز اتكلم معاكي في موضوع يا ست ناني. ما عنديش وقت. استني بس، استني بس، تيسا زعلانه مني. ما يحكمش. نسيتي كبدكي. كبده مش سوق. بقولك ايه، نسيتي كل ده؟ بصي انا هقابلك بكره قدام المحل الصبح وافطنك على كل حاجه، ماشي؟ افكر. فكري. والله وحشتني الشلدومه قوي. طيب حضرتك ممكن تملي الاستمارة دي على ما نجهز اوضه الكشف؟ اتفضلي. انا بعمل حاجة صح مش كده؟ اكتر حاجة صح عملتيها في حياتك غير انك عرفتيني طبعا. عمر ما حد فضل معايا لحد الاخر يا نادر، في اي حاجة بعملها هتفضل معايا لحد الاخر. ساره انت لسه عمرك طويل ان شاء الله، ولما تبقي ساره تانيه غير ساره اللي انا عرفتها قبل كده هتعرفي حاجات كتير قوي عن الناس. الناس مرايه ساره، بتعكس انت شايفه نفسك ازاي. ساره انا عندي ثقه كبيره جدا فيكي ومراهن نفسي عليكي، وعارف انك هتبقي جامده وهتعدي المرحله دي. ما تخافيش من اي حاجه، انا جنبك للاخر. هاتي الورق وتفضلي معايا. خلاص يا نادر خليك انت وانا هكمل. خلي اسراري الطبيه بتاعتي انا لحد ما يبقاش في اسرار خالص، ساعتها احكي لك كل حاجه يا نادر. طب خليني اجي اقف معاكي. لا امشي انت وروح شوف شغلك وحياتك، وانا اول ما اعرف النظام هنا هكلمك ابلغك، ونشوف يحددوا لنا ميعاد تيجي تزورني فيه. ساره خلي بالك من نفسك، خليكي جامده، كل حاجه هتعدي ان شاء الله. يلا خلاص بقى نوال، كبدكي غلط وبيصلح بقى. عشان ما حبيتك تقول لي هقول لجوزك على لوح السرير المكسور والحسنات اللي في جسمك والسيئات ليه؟ واحده جايبها من الشارع. يا بنت بهزر بهزر، يعني انا هقول له ادي راسك ابوسها لو زعلت؟ اوعى كده. ما خلاص بقى نوال، ما انت عارف ان كوريا كانت عامله لي مشاكل، بس انا خلاص سبتها، ما فاضليش غير نونا. وهبل انا بقى وبرياله وهصدقك،
انت ديلك عمره ما يتعدل يا كبداكي، ده انا حافظاك. انت بس مش لايدة عليك شغلانتك العرة في المحل والخدمة على الزباين، وعايز تاخدني سكة. تصدقي عيب عليكي، مش انا نوال، انا راجل، مش انا اللي اكبر من سكة حر. وكمان الموضوع اختلف، انت ما بقيتيش متجوزة وانا ما بقيتش خاطب، يعني احنا لبعضينا. هو الموضوع فعلا يا اخويا اختلف، والرجالة بقت حواليا زي الرز كده ويتمنوا لي الرضا ارضى. طب وهيمة؟ هيمة سجق كبدة الحمامة نوال، انت بقى عشان ارضى عليك تبين لي كرامة رقبتي. طاعون واقف لي زي السلمة المكسورة في الطلعة والنزلة، فبعده عني عشان لا عايز اجرب اذاه ولا ليا شوق ادوقه اذيتي. هو انا المفروض اسيب فلوس هنا ولا بعمل ايه؟ الدكتور نادر اول ما حضرتك دخلتي دفع لنا مبلغ كبير من تحت الحساب، هو كمان طلع فوق وحجز لحضرتك الاوضه اللي على الجنينه عشان قال ان حضرتك بتحب الخضره قوي، وساب لنا رقم تليفونه عشان لو احتاجنا اي حاجه تتصل بيه. تمام. طيب ممكن حد يوريني اوضتي؟ يا نهارك اسود يا شكري، امبارح بالليل كل ده حصل وما تقوليش فين في السيده زينب؟ انت ازاي تتصرف من غير ما تقولي؟ ده انا هخرب بيتك. اسمع انت جيني دلوقتي حالا. ها في يا عمي؟ هايدي يا سيدي، الواد الضابط اللي في الحته دي حكيت له على كل القصه وميطاردها. يا نهار اسود، هي بنتك اتجننت ولا ايه؟ قلبها يا سيدي. قلبها؟ هو قلبها ده متركب ايه؟ شمال؟ ما انا مرمي قدامها وهو ما حبتنيش ليه؟ حبك انت ايه وانت ما تحبك حتى في بورصه؟ وايه اللي فيها يعني؟ الو هاي نادر. هاي دي يا سيدي، حكت الحكايه كلها لواحد ضابط في الحاره. وهربت، فانت لازم تيجي فورا عشان نقعد ونتكلم ونشوف هنتصرف ازاي في المصيبه دي. اعمل معروف. ف صباح الخير يا ابو طالب بيه، ولا تحب اقول لك حياك الله يا شيخ؟